massive. مشاهدينا مساء الخير ومرحبا بكم معنا اليوم في الموسم الثاني من برنامج جوسيب. وملي كنقولوا برنامج جوسيب كنقولوا يوسف وظلال. يوسف عدت والعود احمد. مساء النور اختي العزيزه. مساء النور جمهور شاده. انا فرحان بزاف توحشنا اختي هذه الجلسه كلها. شحال هذه ما من منا كلشي كان كيسولني على يوسف وظلال واش غادي يكون معكم في برنامج جوسيب. ما عرفتش ان راه يوسف كان جالس وعاد بدينا فوق منه برنامج جوسيب. يعني جوسيب هو يوسف ويوسف هو جوسيب. الله يكبر بك. الله مرحبا بك. ارتحيتي يوسف شويه؟ عمرك. الحمد لله. سافرتي شويه باسكو مع الظروف اللي كانوا دونك ما كانش شويه من الحمد لله. ولكن انت عندك مع السفر المحلي وا بون مومون سفر محلي ماني سطا حتى ولا ماني سطا اليه سبيل زعما حتى سفر محلي ما الحمد لله. وي من ذاك تمشي للمناطق عايز لك نواحد مراكش نواحد اكادير نواحد صبراج ما كتكون في هذه المناطق هذه جيم بيان. كيعجبني انا بزاف الجنوب لان كان الشمال هذا العام راك شفتي كان بزاف كان عامر بزاف ما شاء الله. وانا الشمال سي في الوقت اللي كيكون خاوي والجنوب ديك الوقيته كيكون خاوي. انا ما كنبغيش لا فول ما كنبغيش الزحام. لا شفت ديسبوري ديال يوسف في الصيف كيصور راسو في بحر غير بوحدو ولا بحر اونفاس معاه جبل ولا بحر وجبل وقيطون. ما كاينش حاجه سميتها اوطيل. لا لا يوسف سي لا ناتشو. انا ما فهمتش واحد المره قلت لي خويا واش ما كتقنطش واش قال لك انا هذا هو السفر عندي اكزاكتومون. والطوكو كنبغي الناس وكنبغي المجمع وكنبغي ما عندي دي مومون اللي كنبغي فريمون نكون فيهم بوحدي حيت كاينين شي حوايج اللي انت كتبغيهم ماشي بالشرط انك توبليجي الناس عليهم. مثلا كنبغي لا لو ستيل تاعك لو فواياج هو هذا. شنو هو لو ستيل تاع يوسف؟ انا نقول لكم شنو هو لو ستيل تاع يوسف. غادي يمشي لشي بلاصه ما فيهاش الناس ما فيهاش لي ريستورون ما فيهاش قهاوي ما فيهاش مول الحانوت وغادي يمشي جون جو سي با واحد 2 كيلومتر ولا 3 كيلومتر ابي ميم بلوس ميم بلوس وغادي يشري كيلو ديال الصول ياك ويمشي يشري ديك الصول خاصو يشريه ديال هذاك النهار اكزاكتومون. ما كيامنش حتى شي حاجه اخرى خاص ذاك النهار يشوفو كيتركل ديك الساعه عطاه ليه مول الحوت ويرجع 3 كيلومتر اخرى وينقي ذاك الصول ويدير شويه ديال الصول قدر نلقيه في الطريق. وحق الله العظيم كان واحد الواد صغير في الطريق ملي كنكون غادي للدار كنوقف كنلقي في الواد بشويه عليا كنغسلو مزيان تما كنقي باش كنحافظ على الماء لان الماء غير الماء ديال الجمعيات بون كاين لو كورونتيتو ولكن حيت الجمعيات دونك انسانيا خاصك تكيس عليه واخا انت كتجي مره الناس كيستعملوه بزاف وزرتو مع الجفاف الله يرحمنا ايتو. دونك كنحاول ايكونوميزي لو ماكسيموم بوسيبل ديال الماء فكنغسلو في الواد وكندخل. كيكونوميزي الماء كيكونوميزي الضو شوية الصول غادي نقول غادي يدو شوية على الفاخر غيسالي غادي يمشي لشي بحر فيه غير هو وغادي يفرش في الفوطة ديالته ونضرب عليه شي 5 كيلومتر داك البحر فوالا. ولا غادي يمشي يركب مثلا شي موان دو ترونسبور ديال البادية عرفتي بك عندك شي اون ستوري مي مع 10 الناس وغادي يدير ستوري وغتلقى مجمع مع دوك الناس. هذيك هي بالنسبة لي أنا هذيك هي الحياة. وطون كو جيم لو لوكس وكنبغي بلايص مبرعين وكنبغي. انت جي لامبريسيون كو لوكس عندك ماشي هو الفواياج ما عرفتش لا ما عنديش ما نو خاص تحط لي كونديسيون ديال لا ناتور ديال لا ناتور وفي ان سيرتان كونفور دونك كتدخل كون ميم عندك ان لي كونفورتابل عندك انتغريت عندك بزاف د الحوايج دونك هذيك انا بالنسبه لي هذاك هو السفر. يعني خاص السفر خاصك تقطع من اي حاجه عندها علاقه بالبشر تكون مع الطبيعه تكون مع الكون باش كتصمت لعظامك حيت عرفت كندوزو العام كله حنا من هنا جري دونك كنحتاج واحد خاصك علاش ما ديرش دي فلوغ دو فواياج ديالك يوسف بهاد لي كونديسيون دو فواياج اللي كدوزو باسكو بزاف ديال الناس كيبغيو يكتشفوا هادشي. ايوا انا نقول لك علاش باسكو ديك لا ريجون اللي كنمشي ليها في الصراحه زعما وهادي انانيه مني ما نبغي حتى حد يمشي لها انا غتكرفص. وهذوك الناس اي سون تيرمون ديسكري وشادين تقابهم وشادين وقرهم ما كاينش امبوزو لهم الثقافه ديال المدينه القراعي ديال البلاستيك والناس كتشعل العافيه والدلاح من هنايا والليمون من هنا دونك دوك لي بلاج راك تشوفها في سي بروبر حيت الناس ديال تما ما كينزلوا ما كياكلوا ما كيشربوا اللي كيصيد كيصيد اللي كينزل كيتبحر كيطلع في حاله دونك سي فريمون بروبر. الا مشاو الناس عرفوا تما فين صافي مشات ديك الحيكاش كيجيو عليها مشى تاكلو الشعر. احنا جايين على الدكيشكيش وحنا غندويو عليه دابا اليوم الحلقه غادي نديرو فيها الريكاب ديال الصيف كامل لو بيلون داكشي كاع اللي ما هضرناش معكم فيه غندويو عليه في هذه الحلقه هذه كاع داكشي اللي فاتنا غادي نديرو معكم واحد نصور ديال الكريدي كامل جمعنا الكريدي بزاف يوسف
ونهضروا على كاع داكشي اللي وقع في الصيف واللي ما قدرناش نناقشوا معكم في برنامج غوسيب ونشوفوا كلشي في الصومعه. في هذه الحلقه غنتكلموا على سبب وفاه الفنانه الشعبيه ايمان تسونامي، وغنتكلموا كذلك على تعديلات المدونه الاسره الجديده، وغنشوفوا المشكل اللي وقع بين ايمن سرحاني واسماء منور اثناء تصويرهم حلقه من حلقات البرنامج العربي احلام في الف ليله وليله اللي كتقدمه الفنانه الاماراتيه احلام شمسي. خليكم معنا وما تزابيوش. يوسف، هذا الاسبوع كان واحد الخبر حزين من المغاربه كلهم متاثروا به، ومغاربه عامه والناس اللي قرب منها والاصدقاء ديالها خاصه، وانت واحد منهم، هو الوفاة ديال الفنانة الشعبية إيمان تسونامي. الله يرحمها يا رب. اللي توفات نهار 3. الله يرحمها. وانا عارفك انك كنت انت من الناس المقربين بزاف للمرحومة، كنت صديق مقرب لها، وعارف انك تأثرتي بزاف بالوفاة ديالها، لدرجة اننا ما كناش نصور البرنامج اليوم، ولدرجة انك نهار 3 التليفون تاعك كان طافي وما كنتش كتجي مع حتى شي حد، وحتى طاقم شادة ما كانش قادر يوصل لك ذاك النهار لواحد النقطة من الحزن اللي وصلتي ليها. كنعزيك وكنعزي كاع الناس اللي كانت كتعجبهم إيمان تسونامي، أصدقاء ديالها، بنتها، ماماها، العائلة ديالها. اللي معروف لأنها كانت إنسانة طيبة، هادشي كاع الناس المقربين بزاف منها كلهم أجمعوا على طيبوبة ديك الإنسانة الله يرحمها ويوسع عليها. تعازينا الحارة لعائلة إيمان صغيرة والعائلة الكبيرة، تعازينا الحارة للمغاربة كاملين فين ما كانوا في العالم، لان واحد الحب اللي كيبغيوها الناس سبحان الله، واحد الحب اللي كيبغيو هذيك الانسانه، واحد الاحترام اللي كانوا كيبغيو ايمان تسونامي الله يرحمها ويغفر لها، واحد الفراغ اللي غتخلي في الساحه الفنيه ديال الفن الشعبي، لان تسونامي ايقونه الفن الشعبي شكلا وموضوعا. تسونامي فنانه مجتهده جدا جدا جدا، يعني من نهار كانت بدات الى حد هالفتره الاخيره قبل ما تمرض الله يرحمها، سمعت على اغانيها وسمعتها كتغني وشفت ان تري غون شونجمون في لو ستيل ديال الغناء ديالها، حفاظه ديال بصح، عيطه مرصويه اصيله، كتفكرنا في الزمن الجميل، كتفكرنا في ولاد بوعزاوي، كتفكرنا في الحاج عبد المغيث، كتفكرنا في مصطفى البيضاوي الله يرحمه، كتفكرنا في عبد الله البيضاوي، كتفكرنا في بزاف الفنانات، في خديجه البيضاوي الله يرحمها، فالله يرحمها والله يغفر لها، الله يثبتها عند سؤال. والجسد مات ولكن الروح بقى بيناتنا، فنها ما عمره غيموت، طيبوبتها ما عمرها غتنسى، حبها للخير، حبها للناس، ومواقفها اللي كانت مع بزاف الناس، مع بزاف الاصدقاء ديالي، مواقف معايا انا نيت، عمرهم ما غيتنسى، وعمر فنها ما غيتنسى، عمر روحها الطيبه ما غتنسى، عمر جمالها ما غيتنسى، عمر ضحكتها ما غتنسى، عمر وقفتها ما غتنسى. كانت من الشيخات اللي عصريه ولكن في نفس الوقت أصيلة بهندامها، بقفطانها، بنخوتها، بوقفتها، بطيبوبتها مع الناس، حبيبة الفقير وحبيبة الغني، كانوا كاع الناس كيبغيوها. يعني فهي الإنسانة باش نغيكتي في واحد الحاجة، هي الوحيدة الفنانات اللي كيغنيو الشعبي واللي كيغنيو العيطة اللي عندها جمهور كبير من هلفاس، من هلفاس جمهور كبير، جمهور كبير من هلفاس، عرسات ديال هلفاس كلهم، لي زانيفيرسير ديالهم، في كلشي كتلقاها في العائلة الكبار، دخلت العائلة الكبار، لأنها كانت فعلا إنسانة طيبة وراقية جدا 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 جدا، والقلب الأبيض، وكان عندها مع دار بيت نهائيا، ولا بغات البوز ولا بغات الشهرة ولا جرات على الفلوس، ولا خدمت في الوقت اللي باقي ما كيخدم حتى واحد، تشهرت في الوقت اللي ما كيتشهر فيه حتى واحد، عطات اون تخي بيل ايماج على الفنانه الشعبيه اللي كتغني، عطات اون تخي بيل ايماج على الفنانه الشعبيه اللي كتغني، غراسيوز، كلاس، بوزي، حبيبه الناس كاملين، مواقفها كثيره مع بزاف الفنانين ماتوا الله يرحمهم، دارت لهم العشاوات، دارت لهم العزوه، هزات لهم الكنايز، كنتمنى سيد ربي تغمدها برحمته ويغفر ليها ويصبر اهلها ويصبر المغاربه كاملين فيها. الوفاه تاع المرحومه ايمان تسونامي دارت بزاف ديال الجدل، اثار الجدل ملي دخلت ايمان تسونامي الله يرحمها الانعاش، وجدل كان كبير، لان سبب المشكل الصحي اللي كان عند ايمان تسونامي هو التسمم. التسمم اللي على الاثر ديالو وقفوا بزاف ديال وظائف الجسم ديالها، منهم الكلي، منهم بزاف ديال الحوايج، باش هي تروفي في الانعاش، تقريبا مجموعه من الاعضاء في الجسم ديالها توقفوا على اداء الوظيفه ديالهم. بيان سور بزاف الناس اتجهوا للشعوذه ديال ان وكلوها توكلات الى اخره، اون توكا باش تعرف ان ما كاينش توكال.
سيدا سمموها بتت بغرض توكل أو لما عرفش مش من غرض دار دخلت الإنعاش. يعني ما كيش واحدة توكلوا شي حاجة ويبقى عايش وكيمشي وكيجي وكيطلع في الدروج كيبط في الدروج. يعني هنا كنهضروا على فريمون إنسانة سممت بور دو فري كلات شي حاجة ما عرفش هي مسمومة ولا شي حاجة اللي خلات لنا الوضعية الصحية ديال إيمان تسونامي الله يرحمها تدهورت بشكل سريع سريع جدا. يمكن بحال قلتي في دو جوغ صافي كانت في الإنعاش. يعني هذا هو يعني هذا مثلا بالنسبة لي وي ماشي واحد يقول لك لا أنا كليت وبدا كنعيا وبديت كنضعف أنا بوموا سممك شي واحد الله يحفظ راه الإنعاش ديريكتومون الان لانه كنظن ان السم فكيخدم تمتم في الفلوقه تمتم غير كيخدم على كليت هذه 20 عام كليت هذه 30 عام لا حقك وكلوني في 75 ودابا في 2060 هذه حسيت بالاعراض. ما كنظنش انه العلم لله وايمان دات سرها معاها يمكن الاقرب مقربين ديالها بنياتها اللي غيكون عندهم سرها تعددت الاسباب والموت واحده. بزاف الناس كيقول لك لا والانسان يرد البال لا نحن ما هذه ما عمرها كانت ثقافتنا فجامي جينيراليز ان واحد الانسان دار السم لواحد الانسان لانك باش تسمم انسان فانت قتلتيه راه سي صح. الناس اللي كيمشوا في هادشي ديال الشعواده اللي كيبغي وكل شيء حتى شي حاجه راه ما غاديش توكل باش ما يخدمش راه كتوكل غادي يموت رقصتي روحك هو 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 الريزلت قدامنا ابخي واش داك التسمم عاوتاني الله هو اللي عاد كما قلتي داك السر ديالها معاها واش كان فولو واش كليت غير شي حاجه مسمومه باسكو التسمم راه ماشي كله ديما بفعل فاعل اوفا تكون التسمم جوست باسكو كليتي شي حاجه قديمه ولا شحال مره كنسمعوا شي دري صغير كلا مثلا عند مول بابوش شي بابوش قديم ما ديك الساعه كلا شي دلاح في شي مشكل ما ديك الساعه يعني كاين التسمم اللي تكون زعما غير مفتعل. جو بونس كو المرحومه كانت متاكده ان شي حد دار لها السم هادشي قلت عليه فيديو قبل نشوفوا لك تخيل لا فيديو ديال ايمان تسونامي الله يرحمه. دخش اخويا دخش ملي تلقيت هذاك الخبر ما تيقتش حيت فايته فينا ما تيقتش زيت صافي شويه كنتبلغ بساره كتقول لي شنو كاين صافي ما دخلت ما بقيت عرفت نسوق ولا نوقف ولا نمشي ولا نجي. بالنسبه لك هذا التوكال قالوا انه توكال القضيه لا هذا الاخر سم الاول توكال هذا سم الناس اللي كيديروا الفعل حق ما عندهمش الرحمه قاطعين يدهم رحمه الله سبحانه وتعالى ما عند ما والو ما في قلبهمش الرحمه والو ما في قلبهمش رحمه حيت كاع اللي كيادي شي واحد راه ما عمر ربي غيسهل عليه. انا نقول لك كتجي في الدريويش ولكن الله كياخذ الحق من بعد سالينا كانت شاكه كما كتقول في ناس كياديوها هادشي علاش الموت ديال ايمان تسونامي ما داتش انا بيرسو حتى لو فات انها كانت كتستغيث يمكن بالصحافه ولا بالاعلام ما عرفتش يعني هي تشكات ومن بعد يعني فايت وقعت لها محاوله قبل ديجا باش يسمموها ودابا ها انتم وصلت لداك الشيء اللي بغيتو هي السيده توفات والناس كيدويو على هذا الشيء اسكي مالوغ ان الناس كيدويو على هذا الشيء بديهي فهمتي وكل فلان فلانه غتوكل فلانه فلان وكل فلان فلان عادي ما بحال هكا كيتفلاو به ما عرفيش بانه وكلتي شي حد راه قتلتي حيت هما كيدويو عليه اونكور اون فوا يوسف كيدويو على فيطاق الشعواده فيطاق الشعواده ما عرفيش بلي هذا الشيء راه سيونتيفيك راه لو كلتي شي حاجه مفهومه راه غادي يموت راه ماشي ما غيبقاش يتجوج ولا غادي ما غاديش ولاد ولا لا يجلس من الخدمه وكلوها يمكن على باش ما بقاش يخدم مثلا لا مي راه ما يمكنش راه ما كاينش حاجه كتوكل كتزيزم مثلا ما غنبقاش نغني ولا غيمشي لي الصوت ولا غتقطعوا لي الحبال الصوتيه من غير عطيتيني المقاطع دونك اولا درتي لي اولا عطيتيني مثلا وكلتيني شي حاجه باش ما غنبقاش نمشي لخدمتي اولا باش ما نتزوجش كيف قلتي اولا باش ما نولدش اولا 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 وكلتيني شي حاجه راك غتصيفطني ليه فلا الا ولا حتى دونك الفو با مانيزي الشوز راه روح هذه قتلتيها دونك شنو غادي تقول لمولاك راه روح لا ديك راه قتل العمد هذا يعني كان هادشي بصح شي حد اللي عطى سم لايمان تسونامي بهدف ما سواء كان باغي يقتلها هاني ديريكتوم باغي يقتلها سواء كان باغي اعتقادا منه انه غادي لها توكال وما غاديش تخدم ولا ما غاديش توفق في حياتها راه كومي قتلتيها راه قتلتيها اي جو بونس كو خاص الناس اللي كيخدموا في هذا الدومين هذا الدومين الخبيث تكون هذه اشاره انذار لكم ان راكم كتلعبوا بالحياه ديال الانسان راه اي ساجي با دو شي واحد ما نخليهاش تجوج بواحد السيد ولا ما غنخليهاش تخدم فواحد لو بوست راه لا عاودتو درتو شي حاجه لشي حد راكم راه يمكن يوصل هذا الشيء للقتل وللموت خاص يكون تحقيق انا كنظن انه مدابيه انا كنت تحقيق مدابيه ان العائله ديال ايمان
يكملوا في الاجراءات الا كانت هي ديجا بداتهم جو بونس كو هي ديجا غتكون بداتهم. ولكن شنو الدليل يوسف دابا راه الا كانت كلات شي حاجه راه كان يمكن عندهم هما ادله يمكن هما ساكتين عندهم ادله نتمنى ان باش كومين باش يضربوا هاد الناس على يديهم الحديد لان هادشي كثر بزاف لانه بين 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 الشهواده وبين التوكال وبين الناس اللي كنشوفوا ديال بزاف الحوايج ديال السحور تخربيق الكارطه الروينه داكشي كله خاص يدار حد لهادشي لان فعلا خاص القانون يضرب هاد الناس بعصا من الحديد لان هادشي هما المشعوذين راه هما في القانون كيتشدوا بتهمات نصب والاحتيال اي ولكن خاص تيشكي بهم شي حد بما ان لا بيرسون ما غاداش تشكي لانه ما غايرضاش انا يا عجب الحال ما غاترضاش افيشا مثلا وحده مش سي با وكلت صاحبتها اولا دوزتها اولا راجلها اولا كواكسسوا ما يمكنش غتجي مثلا في شي في شي في شي في شي منبر اعلامي وتقول لهم انا شوا فلان فلاني ولا رفيق فلان فلاني ولا شوا فلان فلاني كلت يقضوا قضى ما تقدرش انا غتخاف من الفضيحه ولكن ملي نتوما ما كترضاوش ما ديروش راه جوستومون ولا اسومي دونك حيت هما ما تيرضاوش وما تيقولوش فهادشي كيبقى العام الله شحال واحد كيتوكل في العام العام الله شحال واحد كيموت في العام حنا ما عارفينش بتخربيق الخوان خاو الناس على لاعبين وكلا هادي ديال هادي باش ما ديرش صافي كيموت صافي مات صافي بسلام الله يعاون دونك هاد الناس خاص هادشي يدار ليه حل فكنتمنى ان روح تسونامي ما تمشيش هباء منثورا وينوض تحقيق وعلاش لا نعرفوا شكون الجانب باش الناس يراعي والله شي شويه ويعرفوا راسهم شنو تيديروا وتكون هادي حتى عبره للناس الناس اللي ما كتخافش الله ولا الناس اللي غادا مدفقه لان واعطيه هادي كيفاش واعطيه هادي راه قتلتيه دونك زعما كي دايره لا كونسيونس ديالكم باش غتمشيو غتناسو ثم قاتلين روحو تبقاو تخونكيل ويتم تبنيات وشويتو ام في بنتها وخليتو عائله وخليتو الشعب على قدو ما كاينش اللي كيخلع واحد السيده حرام كاينش اللي كيخلع نيت في الشعوذه قد هذا التسمم حيت هو انا بالحقيقه صورتو تحليت شيرتو ديال صورتها في الكونجيلاتور ماشي مشكل ديروا اللي بغيتو النمله في اللي بغيتي ما تقيس ما تاديش بنادم حيت هذاك هو الحقيقي فوالا هذاك هو العلمي هو العلمي حيت واحد الحاجه غتجيبها ليا غندير لها لومونجي صافي غتقيس تفرجي فيا كنت فرتت قدامك لا ماشي كتفرتت ولا بنادم كريب كريب راه السيده راه ماشي ماشي تدهورت الحاله الصحيه ديالها صافي حتى حتى دخلت للانعاش وعاد لا فاكتور اللي كانت عندها اللي كانت كوميم ماشي سهله وكان بزاف ديال الفنانه دخلوا باش خلصوا لا فاكتور ديال لا كلينيك ديال ايمان تسونامي عاد من بعد صاحبي جا عطى الامر ديالو انها تنقل للمستشفى العسكري في الرباط باش تكمل العلاج ديالها ولكن مع الاسف مول امانه الدامات وتوفات ايمان تسونامي توفات قصه امراه جميله قلبا وقالبا فنانة اللي ما عمرها في حياتها ما أدت شي حد يمكن أنت كتعرف عن قرب جد زبا مقرب منها جدا من أطيب خلق الله و بوغ انفو الكاتب ماحي بن بن داري لها كتاب على لا تسونامي لا تسونامي انا صراحه مازال ما قريتوش ونتمنى انني نقرا ونتمنى كاع الناس اللي كيحبوا تسونامي انه يكون عندهم كتاب عليها باش يبقى عند ديك الذكرى عندك في دارك ديال واحد الفنانه عظيمه دازت في تاريخ المغرب ما بغيناش نمر مرور الكرام العيطة كتمشي مع مواليها مع الأسف العيطة أساتذة العيطة كيمشيو تسونامي الله يرحمها خجر بيضاوي الله يرحمها وفنانين كتار بزاف اللي عطاو بزاف العيطة فكنتمنى أن تكون واحد نعود نحيو العيطة وتكون إنوفال جينيراسيون عاود تغني العيطة باش العيطة باش ما تنقارش لا يطول عمر الفنانين اللي باقيين اللي هما يعدون على رؤوس الأصابع مع الأسف شريكين وكانت فنانة كبيرة وصلت نهاية مأساوية والقصة ديالتها سالت بشكل ما بغيناش ليها أم قبل كل شيء وفنانة قبل كل شيء وإنسانة وعندها أمها اللي محتاجة لها ولدها محتاجين لها أنقول لا حول ولا قوة إلا بالله حسبي الله ونعم الوكيل في أي واحد كيأدي إنسان ما دار حتى شي حاجة وخا يكون ذلك ما تأديش في إطار داكشي اللي وقع هاد هاد الصيف هذا وحنا داوين على الموت المغرب فقد بزاف الناس في زلزال الحوز كانت تغطية شاملة في شادة 24 ساعة 24 في التلفازة وفي الراديو طيلة الفترة ديال إنقاذ الضحايا إلى آخره وبيان سور حنا كندويو دابا على الزلزال وراه داز صافي دي جوغ دي جوغ مي باسكو ملي كتشوف إنسان بحال إيمان تسونامي الله يرحمها ديسكريت وكتشوف اون فاس دي جون فيهم المشاكل بزاف وفيهم الصداع وفيهم الهراج الناس اللي بزاف كانوا يستغلوا ديك الازمه اللي لازمنا المغرب تجار الازمات وماشي واحد ماشي جوج الازمات كانوا كثار بزاف
ملي جا الزلزال ديال الحوز كان واحد التضامن كبير من الملك الله يحفظه من الحكومه وخصوصا كنهضروا دائما على الشعب المغربي اللي ضامن كل شيء عطا يمكن نقول لك اي دا البوست كاع الدور كلهم عطاو والدور كلهم ضامن وكاين اللي عطا شي حاجه كثير من فوالا كاين اللي عطا شي حاجه قليله بالنسبه ليه هو راه بزاف راه ماشي سهله عنده هو كاين الناس اللي عندهم واللي عطاو كانوا تبرعوا على رجل الاعمال بالملايير صندوق الدعم ديال الضحايا كانوا بزاف ديال الامور تخادو وكانوا زعما اجراءات تخادو لصالح هذوك الناس اللي ضروا من الازمات بيان سور اللي توفاو لهم عائلتهم ما عندكش كيفاش درت تعوضهم يبون ما كان حل تخادو مجموعه من التدابير وكانوا بزاف ديال الناس مشاو طلعوا لهذوك المناطق اشنو وقع لي زومبوتاج في الطريق الامبولانس ما كتلقاش منين تدوز اكزاكتومون كيمشيو الناس وانا زعما جو سوي ديزولي غادي نهضر بالطريقه ما نهضر الراي ديالي كان اول حاجه صاحب الجلاله حل رقم حساب رسمي ياك اكيد قال فيه اللي بغى يدعم الزلزال يفرس الفلوس ياك بيان سور مؤطر من المؤسسات الحكوميه ومنظم داكشي كامل اون بلوس هما دوك الناس هما اللي عندهم الخريطه ديال المغرب هما اللي عارفين المناطق شنو هما فين كاينين هما اللي عارفين الدواوير فين كاينين انا نعرفو تنعياو ما يمكنش ما نعرفوش كلشي لا صعيب وكاينين جمعيات ناشطين في هادشي صافي لونطوم بدون ديك الاسماء كاين جمعيات اللي ديما مهتمين بدوك المناطق اللي كيديو لهم الحوايج في الحال البارد كيديو لهم الميديسان كغاف الميديكال تماك اللي هما كي داروا تعاونيات داروا جمعيات العيالات داروا محاول اميه كاينين بزاف الناس كاينين اشخاص داروا جمعيات على ود هذوك الناس كيوصلوا المساعدات قبل يا نافا اكزاكتومون كاين ناشط في هذيك المنطقه قبل الزلزال هذا وكاينين ناس اخرين شنو كان لهم راسهم يمشيو يتقداو من السوبر مارشي هما اميم ويشدوا الطريق ويمشيو تماك ويصوروا المنطقه الى اخره ونال داك الجلال ديال ما تصوروش الدراري الصغار ما تصوروش الناس سي فري كو انا محتاجه بغيتك تعطيني ما بغيتكش تصورني تشوفوا نوضوا هذيك المشاكل ونوضوا هذيك الزوباعه لعقلتي ديال التصاور وديال التصوير وديال داكشي كامل نوضوا المشاكل تاع ان الناس كانوا كيديو التقضيه كيوصلوا لشي بلايص تلقى مقطوعه حيت كانوا جمعيات راه كيمشيو 4 كيلومتر في الطلعه في الطلعه اكزاكتومون على رجليهم على رجليهم صافي جاكو كانوا الدراري ديال الدواور كيجيبوا البغال كيهزوا البيت وداك الشيء وكيهزوا هذيك الماتيريال وكيطلعوا في هذوك هذيك الطريق وصلوا سا برون دو طون ودو لينيرجي بزاف ديال الطاقه كانت كتخسر باش يقدر يوصل هذيك الحاجه لهذوك الناس اللي محتاجين كانوا كيمشيو الناس بالطوموبيلات وما عارفينش معيط لا قدمت لديك البلاصه لا القيد لا حتى شي واحد من ديك المنطقه كيمشي هو غادي كيصور راسو كيتقدم كيصور راسو في الطريق كيطلق موسيقى وطنيه كيمشي تما كشنو كيدير ما كيعرفش فين يمشي كيهز ديك التقديه وكيلوح باش يرجع بحالو باسكو طاح عليه الظلام بس ما فيهاش الضوء يا طاح عليه الظلام يا هو سالا لوبجيكتيف ديالو ديال انه يصور وصافي وصل لا كان كيبغيو يوصلوا تكم باش يصوروا الناس شوفوا هذاك اللي كيوحش كيدير كيلوح كيف كانوا كيجيو الكاميوات كيلقاو بزاف د الماكله خسرات مثلا حليب بقى تحت من الشمس بزاف د الماكله كتخسر بزاف د الماكله خسرات لان كنحتوها في الطريق حتى واحد ما استفد منها ماشي حرام داك التبذير داك الضياع كيفي كانت واحد اللي قلنا واحد 90% ديال الناس اللي كانت عندهم النيه حسنه وكانت واحد 10% اللي تقريبا خسروا الخدمه اللي داروا الاخرين الناس المزيانين والناس اللي كانوا باغيين بصح يعاونوا هي كاينين الناس اللي داروا غير الزحام كاينين الناس داروا لا فيغوراسيون داروا الزحام زحموا الطوموبيلات زحموا لي زومبيلونس زحموا الوقايه المدنيه زحموا بزاف د الحوايج كاينين الناس اللي مشاو بهدف انساني كاينين الناس اللي مشاو لاهداف واحده اخرى كاينين الناس اللي مشاو لاهداف شي عواده كاريمون كاينين الناس اللي مشاو شعواده مشاو كيقلبوا على الجوتات كاين اللي مشى كيقلب على الطراد ديال الديور الرايبين كل واحد مشى يعاودوا بمعتقداتهم وما قالوا ليهم كاينين الناس اللي مشاو باش يديروا تجاره في البشر كل واحد واش من اوبجيكتيف مشى به كاينين بزاف الناس مشاو انسانيا كاينين بزاف الناس عاونوا كاينين بزاف الناس كانوا تري ديسكري وعاونوا بزاف دي زانفيرميير دي ساج فام دي ميدسا بزاف 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 ناس فولونتير كانوا شباب كانوا دي جون اللي عاونوا بزاف وضربوا تماره وهزوا الناس وحفروا في الانقاض وحفروا بيديهم وعاونوا الناس وعاونوا بزاف فريمون وكاينين بزاف الناس اللي الله يهديهم اللي ديما كيركبوا على الموجه
فين ما كتكون شي حاجه كيهزوا تليفوناتهم كيجيو طق طق ثلاث طلق كاين اللي مشى دوز لي فاكونس كاين اللي دا الفراش مشى تما باسكو تما راه جنة فوق الارض بس ما نقدر لك تما كره ما نقدر خلاب انا كنعرف ديك لا ريجون من 2000 انا 23 عام كنمشي ديك المنطقه كنعرفها مزيان من ويرغان وانت غادي لثلاثني عقوب وتوصا جو كوني تري بيان ديك لا ريجون سي لو باراديس سور تير الشجر ديال القرقاع الشجر ديال اللوز الناس طيبين الخيرات كل شيء دونك كاينين الناس مشاو كاينين الناس مشاو تكاو كيتسناو الناس ديال الدوار كيتسخروا عليهم امروا لنا اسيد ولا كسكسو ولا تعمروا الدجاج ديروا هذه حطوا لنا جابوا املو جابوا القرقاع الناس مساليين دونك فهمت بحال داروا المقايضه انا عطيتكم الحليب وجو ساندويشات عطونا نتوما الاملو عطونا القرقاع دونك كاينين بزاف الناس مع الاسف تضدنا في هذا الشيء مشيتي انت غنمشيت انا لهذيك الدات شويه غندي انا بزاف لهذه مشات الدات بلاتي غنمشي دمو الماط بلاتي غنصور دمو البونج بلاتي صافي بركه بغيت 500 بونج علاش غن مالي البونج زادو في الثمن مالي البونج زادو في الثمن مالي الماط زادو في الثمن دونك كلشي تقاده دونك رغم ان سيدنا الله ينصرو الحكومه دار خدمتهم بيرفكت ما يمكنش دايوغ راه الناس راه بداو كيتخلصوا الناس كيتخلصوا عندهم انصاري موسيال ديال 1500 درهم الناس غيتصوبوا لهم ديورهم الناس غيتعاونوا واليتامى اللي تعتبر مكفولين الامه اليتامى اللي يكون عندهم كلاس كل شهر وغادي يكونوا بريوريتير في الكونكور وفي كل شيء راه بزاف ديال زعما تدابا اللي داروا هاد الناس سي فري لان الناس محتاجين حوايج اكثر من هادشي الناس ما محتاجينش ساندويش وسيترو ديال الحليب واجي يدير معايا سيلفي Les gens, ils ont besoin plus que ça. وهذوك الناس اصلا ما كانوش كيعيشوا الفقر المدقع راه ارحموا عزيز قومي دل الناس كانوا بخيرهم باتوا صبحوا ورابوا الديور دونك توقع في اي بزاف الناس كما قلتي اللي عندهم الشجر اللي عندهم الاراضي اللي وليداتهم عايشين على برا اللي عندهم ديغوت خيط ديال برا يعني الناس ما كانوش عايشين الفقر الناس بحال غتقولي في ميريكان وغيجي فيضان وغيخرج كلشي الزنقه دي جو لوندوم ما بقى ديك سريال يجي واحد بدا يصور فيه يجي واحد بدا يصور ارحموا عزيز قومي دل واحد الناس اللي كانوا ديسكري ومخزونين في ديورهم هذه السنين جي انت ولا جي انت بعدك ما يدار دي تصور فيهم سي فري بحال انت جايه من طوكيو على مالك راه تاتي راه اصلكم غيكون يا من تما يا من جهه واحده اخرى اللي قراويه زعما حنا كنا اصلنا قراوي زعما بغينا ولا كرهنا شحال كاع جدانا زايده في المدينه يوم من بعد فين غنمشيو دونك اللي جينا نقلبوا صافي بدات عندك لافخي بالعوجه ومشي عند الناس ما كيعرفوش والدارجه مبدئيا مع الفرنساويه داكشي الخطير والفرنساويه كتاكل العصا والتخربيق بلاتي حكا الزنزال انا غنهز ماك نمشي نجري بلاتي انا هساك غنمشي نجري بلاتي انا نهز كوكوتي وغنمشي نجري حكا نخرج الكوكوت باش نتربش عليها الدار حكا والتخربيق والخوا الخاوي انا جو تخوك سي دي جون سون بيتي مع احترامي لبعض لي زانفلونسرز قله قليله مي لو ريست سي ناس بلا رحمه بلا احساس في الماكينه الهاوته كيمشيو يتجاراو غنخرج 100 درهم ديال الماكله وعلاش خاصك تمشي باش لادسنس باش ندخل علاش ياك بغيتي تتعاون مع دوك الناس كاين الحساب الوطني كاين كل شيء كاين الجمعيات كاين كل شيء عطا الله ما دير الجمعيه كتقول لك شنو هو الخصاص اللي كاين ما تجيبش الماكله جيب هادي ولا راه غير فلوس سكيفي كاين اللي بغيتي تعاون بلا ما علاش داك الزحام علاش الطريق تحبس عباد الله بالطوموبيلات الناس كلهم غايجين كانوا فنانين تطوعوا منهم فاتي جمالي ومجدول الادريسي و شو سميتها ممثله واحده اخرى مشات لي سميتها المهم كانوا بثلاثه واقفين في ان غران في واحد الكروند سيرفاس وتجمعوا المعونات الناس وكيشارجوا في الكاميرا سوبر مارشي سوق ممتاز فوالا كاين سوق ممتاز كيجمعوا لي دون احنا مزعيمي باردون كيجمعوا لي دون كيصيفطوهم من تما في الكاميون يعني واقفين على رجليهم ما مشاو ما ديبلاصاو ما والو باسكو ils ont trouvé que c'était plus pratique انهم اللي غيكونوا تما والناس غيشوفوا فنانين فك الناس كيزيدوا كيعطيو تي فوا كيزيد كتزيد كتموتيفيهم دونك هذه كانت حاجه زوينه ما احتاجوش انهم يمشيو يتصوروا ولا يصوروا عباد الله ولا يستغلوا المعاناه ديال الناس انا ريب عليا داري مثال عائلتي كلها بهيمي دايعين شغلي كله مشى وجي انت مسالي راسك ما عندك ما يدار بدي تصوري فيا نو صنع اوكان سونس وكاين ناس كاين واحد الطبيب كان داز جوبونس داز معنا في شاده قال لي بلي راه كانوا دوك الناس اللي الاطباء اللي طوعوا كيديروا الناس قالوا لي ملي كيخص شي واحد شي دواء ولا شي حاجه ولا هذا شنو كديروا قال لي انه لي فارماسي كاع اللي في البلاصه جاوا الناس وحطوا دي دوطاسيون ديال الفلوس حطوا الفلوس تماك وقالوا لك لي فارماسيان خلاهم خاصين باش شي واحد من دوك ديال الزلزال يقلب على شي دواء ولا شي فاصون ولا شي حاجه تعطاه فابور ونلقى هذه قمه لا ديسكريسيون قمه السريه انك دير الاجر وانك تعاون بصح ناس جاوا حطوا ماشي حطوا 1000 درهم ملايين صح في لي فارماسي لي فارماسي كلهم اللي تماك حطوهم ليهم لهم هادو فلوس الخلاص ديال
اي واحد دوطاسيون محطوطه لاي واحد بغى ياخذ دواء ولا بغى ياخذ شي حاجه من هاد الناس اللي لابس عليهم شي حاجه اللي مهرس اللي خاصو اي دواء ولا اي حاجه. شوف لا ديسكريسيون, شوف لا كلاس, لا كلاس والنبل, النبل في الاخلاق. يعني هذه كترحم واحد الانسان بلا ما يعرف, بلا ما تحسوا انه محتاج. مثلا واحد غيمشي يشري دواء او لا بونسمون او لا فدو او لا هذه بلا ما يحتاج. انا مشي لا فارماسي وهو ما عندوش, لابس عليه الدار, مشاو ليه فلوس ومشى ليه كلشي, ميم 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 لا بيس ديدونتيتي مشات ليه, غيمشي لا فارماسي وغياخذ الدواء وما غادي يتحرج ما والو. هكا سيدي هاد الدواء ديالك سير ما عرفت حتى شي واحد عطاتك فابور ما صورتك لا شكون مد ليك هادو الله يجازيهم بكل خير. ولا اللي كيحط الطوموبيله سايقه وكيهبط الدجاج وكيصور والدري صغار مجوقين على الجاج ديال الطوموبيل, شنو بغيتي انت؟ بغيتي فلوس ولا بغيتي بسكوي ولا شنو بغيتي؟ والدري صغار تقول لي انا وانت فرق عليهم كيصور فيهم هكا كدير صغار, خلي ولادك فيهم الجوع في دارك مثلا. وكاين الانفلونس, كاين دي زانفلي مؤثرات اللي هكا بالكريديات ومشاو كي انا كانت وثيقه تحت مني ديال واحد الشخص عنده المحل ديالو مهدد بالافراغ, ما كيخلصش الكرا ديال شي 6 شهور مع 8 شهور مجموعه ما كيخلصهاش, مؤثره ومشات وكتصور وكتطير وكتنزل انا وكتدار معي بطله بحال حتى حاله, وانت ما خصهاش كره ديال المحل ديالك. دونك علاش هاد الفشر الخاوي, وعلاش المتاجره بمعاناه الناس, وعلاش المتاجره بماسي الناس؟ شوف حنا نعسنا حدا الناس في القيطون, الله الا زوينه الناس توحشناها. كيفاش وحشنا؟ واش نتوما ما فهمتش نتوما ساكنين في كيفاش وحشناها؟ كتنعسوا واقفين زعما ديك النعسه ديال مجموعين وفلاطون ولا برا اصلا مجموعين وكلكم كبرتوا راسو رجلين زعما ما لا شوف وكيصوروا الناس متكين مساكن في القيطون غادي ينعسوا حتى باش ينعسوا في الليل ما وقروهمش ما وقروهمش ما وقروش عيالات كبار. اوغ كو الناس ديك المنطقه الناس شلوح والشلوح مغاربه كلهم اون جينيرال سون تري ديسكري, ولكن الشلوح شويه ديسكري بلوس. انا مثلا الشلوح ما كتلقاش حتى كتلقى شلح مثلا كتلقى دار واحد اخرى ليه ما تيدوش ابان مثلا الا كتقال ديك السلام عليكم كيدير الانتقار ديالهم ديك السلام عليكم كدوز الانسان. يعني المراه ما كتكونش كدوي مع الراجل, ما كيكونوش كيجمعوا, ما كيكونش يعني بالنسبه لها راه براني ما كيدخلش لدارها العيالات ما كيتكشفوش على الرجال. سي تقاليد وعادات. جيتو انتو ما فرشتو كلشي, صورتو اللي ما صورت اللي حاجبه صورتوها واللي قداش عليك ان واحد الانسان عايش على برا كيبدا يشوف مو في الميديا كيصور فيها مراه كبيره ما عمرش حد عرفها على خريامه, تجي وحده معده ما يدها بدا تقول لها بصح الله يهديهم. اون توكا الحمد لله لان الدوله خدات الحمد لله امور يعني تكفلات بالامور. دايوغ راه الزلزال راه دابا شحال داز الوقت راه مازال باقي مازال الخدمه بيان سور الدوله مازال خدامه مازال خدامه. راه انت ملي طلعت واحد دو باك ديال الحليب راه ماشي هذا هو ماشي بيان سور ما عرفتش كترجع دايوغ سالينا سلاو حيت ما بقاش الاضواء على هذاك الزلزال ياك الوغ كو راه باقي مازال اعاده الاعمار وباقي مازال دوك الناس قادين الطريق وباقي بزاف ديال الحوايج ودوك الناس يعطوهم فلوس باش يبنيو ديورهم عاد خاصك مساعده في البني وعاد بزاف ديال الحوايج المدارس اللي رابو خاصهم يعاودوا يبنيو السيستم سيكولوجيك ديال اللي تما سيكولوجيك الفلوس ولي بيدجي ديال الرجالات اللي مازالوا رجالهم اللي مازالوا وليداتهم واللي زوفر اللي بقاو واللي بيبي اللي بقاو كاين بزاف ديال هذوك الدراري خاصهم يبداو القضيه ديالهم بزاف منهم هبطوهم لمراكش باش انتجراو لي زيكول وحطوهم. وهذا الشيء كنت انا شفته في واحد المنبر اعلامي وجلسوا في الدور ديال الطلبه لي زونفون بين ما يتبناو لهم لي زيكول في المنطقه ديال تشومس. كيفي الدوله هي اللي فريمون نقدروا نقولوا اوغوزمون دايوغ هي اللي مكلفه بهذا الشيء كامل دايوغ الدوله. وسيدنا الله ينصرو الله ينصرو طول في عمرو عطى بيان سور غادي سمعتيها انت عطى الامر ديالو باش تعاود تشاف المدونه ديال الاسره. اييه كلشي الناس كيديروا ما فهمتش علاش الناس فيهم الخلعه ما فهمتش علاش الرجال شدهم الخلعه. كلشي ميت من المدونه كلشي مخلوع. انا كلشي كيسوني كنقول لهم اودي انا ما فرض ما بقي ما كاين والو. لا دابا يلا خاص حنا ما غاديش نعرفوا هادشي حتى غادي داروا الناس دابا هادشي كلشي كتخمينات دونك واقيلا غادير هادي واقيلا غادير هادي واقيلا غادير هادي عباد الله. باسكو نادو بزاف ديال المطالب كانوا مؤخرا فاش يدير مدونه الاسره وسيد الله ينصرو عطى الامر. وحنا بزاف الناس قالوا غيكون بارابول هاد لي دوموند اللي داروا مؤخرا منهم الوصايا مثلا ان نمشي لا مامون ديال شي وليد ولا بنيه وما يمكنش يكون ما عندكش الحق تخرجيه من بالباسبور ديالو تخرج معاه في الديوان. ما يمكنش ما عندكش الحق واخا درتي الطلب بالباسبور ديالو ما عندكش الحق تجي بنتي الباسبور كاريمون بيان سور ولا الابن بالا
الى الاب نيبالي جو بونس خاصو يدير لك وكاله ولا شي حاجه ولا بروكوراسيون دونك الا ما بغاش ما الا ما بغاش دري ما ياخذش باسبور عندك انا اكزامبل سامبل واحد السيده عايشه في واحد المدينه مطلقه بوليد والولد كيقرا ديك المدرسه جاتها اوبورتونيتي ديال الخدمه احسن في مدينه اخرى با لوان مي بون مدينه اخرى حس ليها في لو سالير في الظروف في لي زوغيغ في كل شيء بغات تمشي تخدم في ديك البلاصه ما عندهاش الحق تحول ولدها من ديك المدرسه لمدرسه اخرى الاب الوحيد اللي عنده الحق هو الوصي وما عندهش الوصايا كيفي ما عندهش ما قد الاب بيان سور هو خاوه بعده ما غايبغيش يسني غضب غعكس مزاج هكا وخاوه راه ما عنده كونتاكت معاهم ما كيسوي لا ما تمشيش ما بغيتش كيفي لو بابا رفض باش يسني لولدو باش يتحول من المدرسه ومشات لهذيك الخدمه وبقات جالسه في ديك المدينه مجبره لو كوتا الولد كان باغي يمشي لديك المدينه اخرى باسكو بلو غراند وكبار وكلهم جالسين في نفس المدينه باسكو لو بابا ما بغاش وهي ما عندهاش الحق تحول ولدها من مدرسه لمدرسه دونك دونك انت شنو شنو كتمنى يكون في المدونه شنو انت كاميرا مثلا تبغي يكون في المدونه الوصايه بو ما دي اهم حاجه وي اهم حاجه ديجا حتى معنويا ما يمكنش الام عارف ان الام والاب مهمين بجوج لي بارون بجوج ولكن الام ديما كتبقى واحد نغيز اكثر من الاب باسكو هي اللي كتحمل بلونفون هي اللي كتوجع وكتولدو هي اللي كتسهر هي اللي كترضع هي اللي كتكبد ديما الام ديما كتكون حنا نقولوا اقرب اكيد ومتحمل المسؤوليه اكثر خصوصا جنة تاع اقدام الامهات باسكو هما ديما كيهزوا الحمل ديما سيكولوجيكو ومعنويا وسونتيمونطالمون وفيزيكمون وكلشي اكثر من الاب ياك الاب بيان سور الدور ديالو انورم ما غاديش نكرو هادشي ولكن الام ديما زايده ما يمكنش تكون هذيك الام اللي هي عطات الحياه لهذاك الولد عز الله اللي كتعطي الحياه من اللي هي انجبت داك لونفو ما تعطيهاش الحق انها تكون وصيه لهذاك الولد بحال راه براني عليها بحال ما عندها حتى شي ضغوه في هذاك الولد وانقاس من المراه اوسي لان ملي كدير عليها الوصيه يعني هي هي هي, هي لا تؤتمن او لا غير مؤهله وي انا معك في هذه القضيه حتى من واحد الناحيه واحده اخرى ان الراجل دغيا كيعاود حياته من ورا لو ديفورس مي الا بغات تعاود حياتها كيمشيو لها لي زونفون دونك كي لا عاد داك ماشي مشكل المدونه هذاك داك مشكل المجتمع هذاك ما نخلطوش هي واخا يكون ولادها كبار ما كنعطيوش الحق تعاود حياتها المجتمع ما كيعطيش حق تعاود حياتها لا ولكن ملي كتبغي تعاود حياتها قانونيا هو كيحيد لها ولادها واخا يكون ولادها كبار لا ملي كيكونوا صغار بعدا كيحيدوا خلي واخا يكونوا ولادها كبار ديجا المجتمع هو الاول عاد شوف المدونه المجتمع هو الاول ما عطاش الحق ان المراه تعاود حياتها المجتمع ان كون المجتمع هذاك ولا ما يعطيكش غادي تاخذ ولكن الا ما عطاش حتى القانون هنا فين كاين المشكل يعني انك لو بغيتي تعاودي حياتك غيمشيو لك وليداتك دونك سا سي ان بو صعيب اولا حتى مثلا ملي كتقسم مثلا ملي كيتفارقوا ان كوبل حتى انا جو نو فوا با علاش الاب غادي يشوفو غير ان ويكاند جو بون سور دو ياك اش كيشوفو على حساب القاضي شنو غادي يحكم تا ديبون ولكن مثلا لا بلوبار دو طون اللي كيطلقوا ولادهم ما كيعاودوش يشوفوهم الويكاند جوج ويكاندات لا بور سا خاص تكون اون اوبليغاسيون يشوفو لان غادي تجيبو بالزمن لا علاش هي غتشدو هي بوحدها هي باغا راه هذا هو الام هذه هي الام الام راه تفرقت على من فوق تاع غنهار كتحماق ايه ولكن ما كون ميم باغا دونك هي كتبغي تضيع حياتها لان هذا الولد داروا جوج الناس فنورمالمون من حقك انت يا مثلا هذا الراجل يشد لك هذا الولد 3 ايام يشدو يومين يشدو ربع ايام بغيتي تسافري مريضه عندك شي ما عندك حتى حد اللي غادي يشدو لك يتيمه ما عندك حتى واحد دونك كنقول ان لو رول ديال هذا الاب باش كون ريسبونسابيلتي باش الاب ملي يبغي يولد مع واحد السيده يعرف راسو بان هذاك الولد غيبقى حتى هو مع حياته كلها ماشي غير غير بقى غير مع الام حياته كلها كضيع ويعاود حياته من غدا غيعاود يتزوج لا فيا بين ما كاين حتى مشكل كاين حتى مشكل ايوا هي من بين التخمينات اوسي اللي تقول باقي تخمينات ان اللي غادي يطلق الزوجه ديالته ما عندوش الحق يجري عليها من الدار هي اللي تبقى في الدار هي الولاد اذا كانت ام حاضنه هو اللي يخرج من الدار وهذا سي المينيموم هذا كانوا داروا عقلتي كانوا داروا المصريين شحال هذه الشقه من حق الشقه من حق الزوج مع علي زيد الله يرحمه محمود عبد العزيز الله يرحمه ونعم الصغير الله يرحمه مشترك مشترك عندنا وليك افلام المصريين هي الكاستينغات او عارفين شكون ما انا كنتمنى بصراحه كنتمنى ان المدونه تخدم بزاف الطفل لانه ابخي طبعا الناس بس كتضحك زعما رجلك كيضحكوا زعما قال لك ولا كنت انا جبت المراه تجوج بها وجبت سكنت مع عائلتي وولدات وطلقنا شنو غادي يجري على عائلتي وبقاو ساعه ساعه نجيو عندها نشوفوهم ونمشيو ملي كتكون انت راجل ماشي ذكر ملي كتكون راجل ما كتفكرش في هذا الشيء سي سا كتفكر في ديك السيده اللي كنتي واحد النهار كتبغيها وكانت كتبغيك وما بقيتوش فاهمين انسانيا غتفكر فيها ماشي شفقه
انسانيا كتفكر في داك لونفون ولا لي زونفون اللي غيكون عندك معاه دونك سي لو كونفور ديال ولادك هو اللي خاصو يكون اهم لان كيف الام كتفكر لولاد وكتضيع حياتها كلها على ولادها دونك مينيموم ديال الاب هو انه يامن لهم مسكن فغيب شويه الدراري فغيب شويه الام شي تشرب تزنقه ترجع عند دارهم وعندهم بيت ولادهم ولا دارهم كلهم ساكنين في بيت وغاتمشي تسكن عند داك البيت تديروا لها سده ولا غيبداو يديروا لي زيكي وماكاينش عندها باش تصرف هذوك الدراري باش كتكون ما خداماش وتكون كاع خدامه كتكون ما خداماش بيير خدامه كاع غتخدم على ولادها وباه فين مشى البيير كتكون ما خداماش وكتحكم المحكمه بواحد المبلغ اللي هو بسيط زهيد جدا وما كتلقاش باش تصرف هذوك الدراري هي فاش كتلقاها كتخرج تخدم خدمات اللي صعاب خدمات صعاب وهادشي كيجيب لها امراض بيسو وما كتبقاش ايبانيو ديك المرا كدير الصغار كيحل عينيه كيلقى باه مشى عاود حياته بيسو ولاد اخرين غير بدخل وكيبرع فيهم كيسافر معاهم وامو مسكينه خدامه بالليل وبالنهار صحتها مشات وعيات ضغط المجتمع ضغط الوالدين ضغط الخوت النفسيه ديالها محطمه مرتفعه كدير لها السم المهم ما كتحملش حيت ما كدورش معاها دونك كتبقى هي مسكينه ضحيه وداك الولاد ضحيه ما كيبغيو حتى واحد ما عداش حط في الحمام وتخليهم شي حد اللي يشدهم ليها باسكو حقا ولادك انت فيهم صداع قبحتو سي لا با لي مويان دونك ولاد قباح دونك اللي ما عندوش الفلوس ما غيبغي حتى واحد سبيسيالمون هو بوحدو ما غيبغي حتى واحد دونك عاد ملي كيكون عندك دي زونفون سي بور سا كو هذه باش الناس اللي يتعلموا انهم ملي بغاو يولدوا الاولاد يعرفوا التابعات ديال هاد الاولاد وراه ما بقاتش ولاد الاولاد راه ماشي انجاز راه كاينه تربيه وكاين مستقبل وكاين حياه الاولاد سي ان انجاجمون ا في حياه كامله كامله طلب ربي طول في عمرك وتعيش لهم حياه كامله وتقدر انك تبرعهم وانك دير دي زونفون كي لي بغي ودابا علاش الرجال مخلوعين واش انت باغي فريمون تولد ولاد وتلوحهم حيت تولفوا انهم يعني واش كتجيك واش مخلوع انك خاصك تكلف بولادك اللي غتكون انت اللي ولدتيهم شنو اللي خالع الناس لا حيت دابا ملي كيطلقوا كيولي ولادها اسمح لي كيسحبني ولادهم لا اسمح لي علاش غنمشيو فاصل ونرجعوا بقاو معنا Gossip. ورجعنا معكم مشاهدينا وبرنامج غوسيب وبيان سور عارف بالله هاد المشاكل كلها وهاد الاحزان وهاد الاخبار غير المفرحه وهاد الشيء كامل جا خبر زوين هاد الصيف في الاخر الصيف جا ديال التنظيم ديال كاس العالم 2030 الحمد لله ننظموا كاس العالم بشراكه مع اسبانيا والبرتغال 2030 ويا شتك ضربتي الطربوش ماشي غير الطربوش واحد المكانة ما باش ندوي على انا من الصباح تبدل شو من الصباح ورا من الصباح وكي ما زيز قايد يوم الصباح ندير هاي شفت زعما يوسف ملي كتكون عندو شي حاجه جديده سبحان الله خاصنا كلنا نشوفوها وكلنا نعرفوها ايوا صحابي كنبغي نبارطاجي معاكم انا عارفه اش كاين شحال خديتي داك الخير انا خير يلا كنتي واعر قولي بشحال شريتي يلا هديه والله الا هديه اش اللي كاين انا عارفه انا عارفه اما انت ريالك ما تجبدوش لا ماشي كسوري اللي ما تجبدوش دابا انا داخل عند السيد اللي كيبيع لي مونطخ يلا انا كنشوف من على برا وقفت لي واحد السيده قالت لي الله يخليك نطلب واحد الطليبه سيوس كنت نعمل لها قالت لي شي فان دوفو هذا قالت لي عافاك بغيت اون مونطخ بور مون ماري قلت لها مرحبا دخلت بها وزدت لها هاد لا مونطخ قلت لها هذه زوينه اون بالا تا وداك الشيء قلت لها بصحتو هذه في حالك قالت لي اجي هنا دايره ديالك بحال الله وحق الله بحال كي جاي واحد المره مشيت انا وهاد السيد هذا في نزهه شوبينغ راه عاقل انت دخلت لواحد المكازا قال لي خذي هاد السبرديله خذي هاد لافيست خذي هاد انا غناخذ هو كيهز تيقول لي هزي هادي لكتي هو كيهز مالك ندمتي بلاتي خذي هادي تجيك زوينه انا هادي جاتك فنه هادي غتاخذيها خذي هادي هو كيقول لي انا غادي فهمتيني وكي وغاتجيبي وانا متيقه وصلنا ولات المحل قالت لي او سي يوسف جو سوي فان دو فو متبعك وكنشوفك وكنحماق عليك هذا انت لي برودوي ديالك سون اوفير وانا هاز هذيك جوج ميكات ديالي وكنضحك زعما انا غتقول لي شي حاجه تقول لي بوفو مدام سا فو في طونطون فيا كختي كرهتيني في ديك اللحظه تتقشر ما عندي انا اوفيرت والو ايوا خرج هو بيان سور الساشيات ديالو فابور وانا مسكينه
حكيتها في خاطري وخرجت، ما كانش عندي كندير. انت هو باقي ضحك من ديك النهار. نعوض لك اختي العزيزه كلشي ديالك، تعوض لي انا كلشي ديالك. مشينا لواحد المكازا اخر هذاك شفت هذاك لو ميم شوبينغ. ملي كنا خارجين قلنا شوفوا راه كاين واحد القرعه. عطونا التيكيت كاس تاعكم وغتشاركوا في هذه القرعه وتربحوا جائزه. قلنا لهم بسم الله. خداو التيكي القرعه خرج قال لك ملي كيربح في هذه القرعه اللي كيحقو يكون عنده جائزه في داك التيكي. سواء كنعطيوهم ان كوفخي بارفان ديال العيالات سواء ان كوفخي بارفان ديال لي زوم. خدا التيكي ديالي حكى ديك البلاصه لقى اوني في عندنا كادو اوفير وقلنا ايوا صافي اش غادي ديروا غادي نعطيكم لو كوفخي اوم. هو عطاه ليوسف. بقيت نوقف كنشوف زعما علاش وانا علاش زعما لا قال لك ما بقاوش يخدم لك كوفخي بور فام. لا 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 قبل ما يقلب هو كاع قال لي نعطيك كوفخي بور من الاول من الاول هذاك الشيء كاين. هو هذا هو خدا زعما ما كاينش ما حاولش نقوسي معاه قال لي لا لا غيعطي لا فام ما كاينش. خدا داك الكوفخي زادو مع داك الساشيه ديال الكادوات اللي عطاتهم مرام بويت لابوتيك وبدا خارج ورجعت في اخر شحال حتى انا كان هذاك اخر نزهه ديال التسوق درت انا وهاد السيد وما نعاودش ندير معاه حتى شي نزهه اخرى. ياك وجا سو كنتحمل المسؤوليه ديالي. شي بس ماكي اها لحقه المراه قالت لي كادو بو مون ماري. قال لي ها واخا اش دخل ما قالت لي ماشي بو مون ماري هذه ديالك انت. والله العظيم واحد المره وقعت واحد السيده شوف انا ما عنديش الزهر انا وقعت واحد السيده هادشي ما عندكش الزهر ما عندوش الزهر واحد السيده في ان كولي اون ديامون في ان كولي اون ديامون مش خافيش زان ديامون تاعك عارفه. جا السيد وي مادموزيل سيل فوبلي سيل فوبلي بغيت بوغ ما فيونسي ما فيونسي ما هادي بقات كتبروبوزي كيقول لها قيسي هذا هذا لا قيسي هذا بيان سور قيسات لو بلوس شير باسكو هي باغا تبيع باسكو لها كوميسيون في لا فونت. دابا ما فهمتش دابا جات شي سيد المكازا جا السيد المكازا بغا يشري حاجه فيونسي دخل قال السيد عافاك جو اوفخيغ كيلكو شوز كاسكو تي بروبوز زعما انت مرا قالت كتجبد الغالي حيت هي عندنا كوميسيون في البيع ياك. دونك بقات هذه 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 جبدت واحد غالي قداته اون بالاتو سالته في الدار كم مليون؟ شي 250 ميل درهم يعني 25 مليون 25 مليون شارك في البارطمون قالها سا سي بور فو وخرج غابغا غابغا اديري عند الزهر ما راه عطاوني غير مكنة الحسانة ولاموز ديال الحسانة الله يعطيهم الخير فقط يعني داكشي كولو عطاوني غابغا غا قال لي هاكي 25 مليون غابغا شوفي حضرت عليه غادي تقول لك عندي الزهر هذا ماشي الزهر هذا راه شي حاجه اخرى والعكس هذا ماشي الزهر هذا ماشي الزهر اه لا الزهر وتكون غادي تلقى 200 درهم طايحه في الارض هذا هو الزهر ماكسيموم انا يمكن اكثر حاجه لقيتها في حياتي 100 درهم اه زعما هادو انا عمري ما لقيت في راسك با فغي ما عمري ما لقيت 5 درهم في الارض لا عمري ما لقيت درهم لا لقيت 100 درهم ما عمري ما بغازاغ طلعت في الطوبيسات ساليت في الجردات ما خليت فين درت عمري ما لقيت درهم فابور لا في المغرب ولا خارج المغرب يمكن تبقى تهز راسك الفوق لا لا والله الا كنشوفها في الارض تعرف غادي نمسكنا حالي راسي فهم لهذا الهدف هذا ولا كتكون حني راسك وساهيه وين ما عمري ما لقيت شي حاجه هو صراحة الناس مابقاوش كيطيحوا لهم فلوس انا بعد حياتي كامله ما عمري ما لقيت شي حاجه في الارض والو كاع وراه كاين الناس عندهم الزهر كاين اما هنا هذا واحد يقول لي حقا كولي ب 25 مليون هكا ها سي بوفو 25 مليون واش دارت ديك الساعه هي اش غدير عاودت باش مول المحل قال لها عطيك فيها 10 مليون برافو عليك لا حيدها 30% هذاك الشيء حتى غادي يحيد لها شي بركه هو اجي نقول لك دابا علاش ما عطاهاش هذيك 25 هكاك فلوس بيستات ما تضيع في والو شكون هو هذا السيد هذا ما عرفش يدير الخير كاع ما كانش ما يمكنش غتعطيه خاص يكون زنزال باش يعطيها في يديها لا واخا ولا معاه سيلفي لا لا ودابا هو باغي يدير فيه باغي يدير فيه خير علاش حرام ديك 30% هو بالنسبه ليه انت هي سي اون دام دونك هو كي اوفر هي المباركه دابا شوفي دابا حنا فين ولينا انت ما لقيتش 5 دراهم وكبا حبك وعطيني 25 مليون قاد ولا ما عطينيش شفت ليا ما عطاش لي عطيني انا علاش خويا ترزيني في 30% حيت انا كاع صفر عطيني 25 الف درهم تجيني في فنه لا نعطيني خويا فلوسي مقاد ولا ما عطينيش ايوا راه باغي يعطيك ايوا صافي كاع انا كنا في المونديال احنا اصلا 2030 ودخلنا اللوك ديالك لورغانيزاسيون المغاربه كلهم فرحوا بها الحمد لله بيان سور دوبي لو طوف حنا كندفعوا كنترشحوا لتنظيم كاس العالم الناس كلهم كيحلموا بالمغرب تاع 2030 كيفاش غادي يكون غيكون مانيفيك يا ربي ان شاء الله يا ربي طول في عمرنا بعدا هاد كاع الناس يقولوا هاد القضيه كتشوف 2030 بعيده كلشي كيطلع في طول العمر بيان سور كتبوا طول العمر بعيده باسكو سي با دوك وايلي في 7 سنين واخا دازوا سنوات وما حسيناش بهم دازوا مي دابا حيت ملي كيبدا العاد التنازلي كتبدا فهمتي سي كلير ملي كتفوت 40 كيفاش ملي كتفوت 40 دوي على راسك لا
انت تفوت 50 اسمح لي لا تفوت 90 كاين حساب عندك صعيب مع قربت ال 50 ما نقولش كنديرها عاد دابا 7 سنين داك التاكسي شنو هي عرفتي بقات لي 7 سنين تقاعد ولا مازال نعم تكون تقاعد ديك الساعه توقف ديك الساعه لا غنوقف المهم ديك الساعه كنتي باقي الا كنت باقي باغمي فو فهمتي ان شاء الله الله يرحم طول عمرك اختي العزيزه لا فاش نحتاج لك حتى انا والله ما غنسخاش بكم زعما فين ما كنت فهمتي واخا بقى غوسيبي من ليه غير البرنامج ديالي الفوق فهمتي دونك جيسبر يا ربي طول في عمرنا وطول في عمر الناس كلهم وطول في عمر سيدنا سورتو وفي شبابنا ان شاء الله نشوفوهم زوينين ونشوفو وليداتكم زوينين ونشوفو ولادنا زوينين وفرحانين ايبانوي نشوفو الصحه في بلادنا زوينه نشوفو التعليم في بلادنا زوين نشوفو الطرقات في بلادنا زوينين نشوفو كل حاجه زوينه في بلادنا ان شاء الله 2030 غتكون فاتحه خير على بلادنا غنكونوا دي بروجي زوينين غيكونوا الاضواء كلها على بلادنا وتستحق بلادنا ان يكونوا لها اضواء لان بزاف الحوايج تزادوا بزاف الحوايج ولاو زوينين بزاف الحوايج في خدمه المواطن زوينين فكنتمنوا من ولكن تي جي في كاين اللي كانوا لي تبارك الله ما شاء الله كاين كل شيء تري بيان ايسي او ماروك تو 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 العجب ولا عندنا العجب ولا عندنا ما شاء الله الفرانشيز الماكله كلهم عندنا لي فرانشيز ديال لي مارك الحوايج كاينين كل شيء كاين الحمد لله كاين لو كونفور كاين المدونه كلهم زوينين كاينين بعض المدن اللي شويه مقصين فنتمنى انهم يتعاودوا يتشافوا كاين بزاف المدن اللي خاصهم يعاودوا شويه ندوروا بهم انا كنت مؤخرا بعض المدن في المغرب وكان الصدمه ديالي كاين شي مدن ما مشيتش ليهم 8 ولا 10 سنين لقيتهم محلك سر فكنتمنى انا جو بونس كو جاي 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 الحركه لان 7 سنين تبارك الله ارام نديروا فيها شو معناتها ساكن في مراكش يا شري عندك مزيانه في المونديال ياكي هي عنكري نقص صافي كل شيء كري ماشي انت صافي كل شيء غيكري صحيح في المونديال ما غنعسوش اها دونك صافي خلي اختي كما العاده هلا 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 ما غنعسوش شكون غادي يخرج ينشط مع المنتخب ضروري ما غنشطوا مع المنتخب ان شاء الله كيف حنا ما نحتاجوش ديورنا كاع ديك الساعه نهائي ما عندنا ما نديرو بهم ديك الساعه خارجين بوغ اون بون كوز هادشي اللي قال لكن السيلفيات في الزنقه وخليو ديك الساعه ديورنا يتكراو ان شاء الله انت غات لا انت تهضر بلافير في مراكش وكنا مراكش بيان سور اصلا الناس كيبغيو بزاف غادي يكون فيها دي ماتش امبورطون باسكو دابا المغرب راه كاين قلتي لي ماتش غير دابا المغاربه شنو المشكل اللي عندهم غير يعطيونا الافتتاح ولا غادي يعطيونا الماتش الاخر واش كتناقش دابا مابقاوش هما باغيين هما الافتتاح المغرب باغيينهم جوج ايوا حنا 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 الدار الكبيره دونك طلبوها طلبوها كبيره هادشي اللي كاين نتلقى كبيرة ان شاء الله ان شاء الله يكون افتتاح والفينال علاش لا لا بجوج صعيب الحال لازم نطمعوا احنا ماشي بواحد الدراري افتتاح زوين افتتاح زوين انا قلت جو بونس قلت الافتتاح غادي يكون في اسبانيا والماتش فينال غادي يكون في المغرب لا فينال قلت في المغرب والافتتاح غيكون في اسبانيا انا جو بونس اما ديك البرتغال مسكينه نسيناها كاع ما كندويوش عليها ما فهمتش البرتغال غتكون في الوسط ضريف فين هادو ضريف فين هادو اصلا حنا المغاربه كنعيطو لهم البرتقيز برتقيز حيت لي بورتوغي شنو علاقتها مع كلمة برتقيز؟ وترجمة شنو فات الترجمة؟ ديال الدارجة لا هذا اون بلوس ماشي تسمية زوينة برتقيز 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 بحال شي مرض جلدي بحال كتقول زيمة ديجا حنا عندنا معاهم هيستوريك ما زوينش مسمينهم برتقيز بورتو عندنا بزاف العائلات المغربية برتقيزية في خبارك يا بوكو دو فامي بورتوغي انا كنعرف اون فامي في اسفي باهم بورتوغي مي هما كانوا بداو ديجا بحالنا وكلشي مي عندهم كنيه كنيتهم برتقيزيه كنيتهم خيسوس كنسامي كنتو البرتقيزيين لا نرجع كنيتهم خيسوس لا مي البرتغالي اسمح لي برتغالي وكلمه برتغالي وكلمه برتقيزي راه ما عندها حتى شي علاقه وا شوفي خصنا نبحثوا في الدارجه نشوفوا هاد كلمه البرتقيز منين جات البرتقيزيون شوفني ما كايناش غير بغينا نسميو برتقيز برتقيز حتى ما كاين حتى شي حرف اون كوم مع برتغال اصلا الطامي جبناها والقامي جبناها سي فري اور كو اليونانيين كيعيطوا لهم غريكي غريك فرنساويه انا كلشي لقيت لي حل الا ديك برتقيز وفي اسفي اوسي كاينين بوكو دو فامي غريك اللي هما ولاد اسفي وكيدوا بالدارجه ديالنا وكلشي تقاليدنا من اصل ديالهم من لاغريس مي اصلا من لاغريس كتلقى لي دو بارون من لاغريس البو غريكي دوكالي ولو غريكيه حريزيه من اسفي نو مي سي فري الله يرحمهم مسكن ماتو ولدهم اللي هو مغربي وكيدوا بالمغربيه بحالنا سميتو ديميتري مي مغربي تخيلي واحد كيدوي معاك بالدارجه بحالك حيت تولد وكبر في المغرب تولد وكبر في المغرب ولكن كاين بزاف لي فرونسي مثلا جيراننا الفرنسيس اللي كبروا وتزادوا في المغرب وما كيدويوش بالدارجه وكاينين مغاربه تزادوا كبروا في المغرب وما كيدويوش بالدارجه
ومع مغاربه عرفتهم ياك عارف الظاهره الخطيره كتعرفوك عفوا الظاهره الخطيره اوكم اللي كتشوف وليدات الشرف الله يحفظهم كتشوف مثلا بنت مولى اسماعيل ولا بنت كيديو بالدارجه بالدارجه مسرحه ومطرقه سون زاكسون سون غيان دي تو دارجه ديالنا المغربي كيديو بها الناس كاملين ايوا والاخرين جمعوا بين الاصل وبين الجمال وبين الرتبة الله يحفظهم يا ربي وبين لا سامبليسيتي وكيدو بالدارجة العادية بحالو بحال كاع الناس بحال أيها الناس إيوا الشعب بعض الفئة ديال الشعب حيت هذاك لو كومبلكس حيت هنا عندنا عقدة الأجنبي كتقول لك واحد الطبيب واعر لا عمر هذا نصراني ترى مزيان نصراني بحال دابا أنا بنتي كنقول لها بيبي كتقول لي مومو تقولي لا قولي بيبي كتقولي مومو صافي باغا الدري يدخل كدي بالدارجه ما بالدارجه ما كتافليونساش لا غيزون باغا دير بالدارجه كنقولي دودو كتقولي نيني صافي من الاخر زعما ما غاشي تسمع ما دخلتهاش فرنساويه دماغها كاع لا غيزون نهار غتحتاجها غتقراها باش تستعملها في قرايتها بحال كاع الناس ما تستعملهاش كدوبا كتحداني تبارك الله على هذا الله يخليها امين كملي معاكم نشوفوا شنو عجبنا وفقسنا في هذا الصيف كود كار كود كار ورجعنا معكم والكود كار اليوم بيسو حنا باقيين في الحصيله كان واحد الوليد اللي من الضحايا ديال الزلزال اللي كان كيعجبو حارس المنتخب الوطني بونو واللي طلب انه كان الحلم تاعو يتلاقى مع بونو ملي جا المغرب ما نساش هذاك الوليد باسكو كانوا وصلوا ليه لا ديموند ديالو شوفوا لا فيديو الدري كيفاش شاد بونو شد وحده ما كاينش دابا كان الحلم ديالو حلم كيتحقق كونت تي فان الحب انكونديسيونيل غراتوي فاب كتبغي شي واحد هذا الحب ما عمرك ما شفتيه ما عمرك ما تلاقيتي معاه نهار كتلاقى معاه كتعيش هذه الفرحه هذه ميرسي بونو انك ما نسيتش هذا الوليد وميرسي لهذا الوليد اللي كيعرف يحب هذه الطريقه البريئه والكبيره الوقت اللي مبقاش قاعد الحب فابور ولا كل شيء تبع مع الأسف المصلحة قاعدنا ناس كنحبوهم وخا أغلبية اللي كنحبوهم ماتوا حدا ما مثلا في ليسي اللي بغيت أغلبية اللي كنبغيهم أنا مثلا غطان عنقهم التعنيقة مشاو ما كاينينش ما لقيتيش شي حاجة جديدة في الجيل لا أساس عليا ولكن ماشي ترى الدرجة أساس عليا بزاف شكون هو لاستاق حية ولا ميتة اللي كنتي تبغي تلاقى معاها وتكون في عينيك الفرحة هذي كاملة داليدا ما سولتينيش شي سؤال علاش ما جبتش الفرصه شكون اختي العربي باطمه سي فري كان فنان كبير الله يرحمه يمكن هو لا بيرسون اللي كنت جوغي ايمن تلاقى معاه انا في الفنانين في الفنانين المغاربه يعني في الممثلين انا اللي كنت كنتمنى انني نتلاقاه ونشتغل معاه هو طيب صديقي الله يرحمه الله يرحمه كنت تخيل انا بزاف لي زيستوار سمعت على الطيب صديقي من عند الناس اللي اشتغلوا معاه واللي عرفوا كانوا كيقولوا لي يا سي دوماج ما تلاقيتي معاه لا مع الاسف جو بونس كو بالوفاة تاعو مشى المسرح مشى المسرح مع الطيب صديقي لا ودابا المشكله ان حتى في الارشيف ديال الفازه ما كاينش مسرحيات ديالو كاين بعد عزام الهمداني ولكن ما درتش كاين قطع الحب المرصع بالهوا واخا ما كاينش السحور عند المسلمين والنصارى واليهود ما كاينش جو بونس الفير والسراويل بزاف المسرحيات ديالو حاجه في الكوشينه يمكن جو بونس بزاف المسرحيات ديالو ما كاينينش سورتو لانه هو كان كيدير المسرح كان كيضرب به العالم كانت الطياره كتهز الديكور ديال المسرح ملي كان المسرح مسرح واخا دابا باقي المسرح بارلون ديال المسرح انا واخا ما بقاش انا سما موك صراحه انا كان سما موك المسرح انا اخر مره يمكن دخلت المسرح شفت مسرحيه فيها هذا دو تري لونطون هي ديال خديجه اسد وعزيز سعد الله يرحمهم قسطايا وطن قسطايا وطن في قاعه ديال المعارف ديال توليس قاد جو بونس المعارف من وراها شفت دي سبيكتاكل ديال بزاف الفنانين كيفاش شفت المسرح اخر مسرحيه شفت هي قسطايا وطن يا اخر مسرحيه شفتها صادات
Très bien. Le coup de gueule had l'usbou, هو كان مؤخرا الماتش المغرب مع كوت ديفوار. ماتش حبي في إطار الاستعدادات لكأس العالم اللي غتكون في جانفي. حنا المغاربة صعب. مالنا؟ صعب. وبزاف. لو ولفتينا شي حاجة راه مشكل. مو الماتش ما كانوش فيه بزاف ديال اللعابه من العناصر الاساسيه بحال زياش بحال امرابط بحال بزاف ما كانوش الفرقه ولكن كانوا متخيلين مولين مزيانين لعبنا مع الكوت ديفوار في بلادهم داكور طوفان كانوا هما شويه صحاح علينا فصل لاعبين في الكليم المناخ ديالهم في التيران ديالهم في الجمهور ديالهم سي لو تيريتوار دونك سي لوجيك اون توكا لعبنا معاهم الماتش تعادلنا بواحد لواحد ولكن هما اللي كانوا ماركاو الاولين وحنا شويه كنا وابخي خرج ما حتاش كنقول ما شفتوش الماتش وكلشي غاطيح لي الجب انا عارفه لا غير ما جاش الكره ولكن ندير المنتخب المغربي كوميم داك ما كنتش عارف الماتش كاين كنت فرش فيه عارف الماتش كاين خرج وراها وليد الركراكي المدرب ديال المنتخب الوطني فالندوه قال لهم حنا راه ماشي حنا المؤهلين باش نربحوا كاس افريقيا اللي مؤهلين اكثر هما الجزائر هما مصر أيه؟ إيوا المغاربة حيحو قال لك علاش يقول لنا بحال هكا لا ما شو سوقنا حنا خاصنا كاس افريقيا ومن حقهم حنا اختار ولفنا الفوز اش غادي نديروا ان شاء الله الفوز ورا السيد قال لكم شنو كاين لكم الصراحه شنو بغيتو يكذب عليكم هو قال الصراحه جوست بور نو موتيفي يمكن لا حيت دابا لا ماشي هذه الهضره تقول لك النازل لا كيحيد العين ولكن نهضروا على صريح بالمنطق حنا كنا دومي فيناليست بصح في كأس العالم تشوف كأس العالم لعبنا مع فرق أوروبية ياك وأكثرية اللعابة المنتخب ديالنا مولفين كيلعبوا في لوروب يعني أكثرية اللعابة راه حكيمي لعب مع مبابي اللي هو أصلا صاحبه واش فهمتيني وفيت لعب مع الريال اللي هو كانوا اللعابة اللي لعبنا معاهم كيف ديجا الناس عارفين هذاك الفرق فين اللاعبين معاها وكثرت اللعابه كيعرفوهم كيعرفوا التكتيك ديالهم زائد ان ما كناش افريقيا المناخ ماشي سي با لو ميم زين التيران كان كليماتيزي في قطر ما تنساش بيان سور ورا قطر كيف كانت الظروف المناخيه سي با لا ميم شوز كو افريقيا باش نكون واضحين ماشي لي ميم مويان سي با لي ميم كونديسيون جبتي لعابه اللي كيلعبوا في اوروبا يلعبوا مع لعابه افريقيا سي با لا ميم شوز ما مولفينش يلعبوا مع الافريقيين بزاف الدراري ولاد باسكو ايفيدامون اكزاكت مولفين داك الجو ديال لوروب ما مولفينش هذيك لي كونديسيون فيزيك ديال الافريقيين تبارك الله ديال صحاب الاوروبيين اكزاكتومون راه تجيب لاستار ديال لوروب ودير الشامبيونز ليغ وتحطها مع واحد من افريقيا ما يقدش عليه لا الدراري واقفين على الصح لا لا حتى في الماراثون كيدير في العدو كتضرب فف فف تبقى يلاه داكشي اللي يسالك بالسوف خاصك داك فليش بلو داك الفاكتور كيدير وات وات فر انت يلاه كتقاد لك يعني بغيتي تبارك الله راه غير في الكركاع داكشي اللي كاين لي كونديسيون فيزيك سي با لي ميم المناخ ماشي هو هذاك سكيفي عطاكم كوم في لا جلوباليتي قال لكم زعما حنا غنحاولوا وغنتقاتلوا كيف ما تيقولوا ولكن راه حنا اوني با لي فافوري ماشي حنا هما المنتخب اللي تخاف منه في افريقيا مصر مثلا اغلبيه اللعابه محليين لا لعابه محليين لعابه مصر اللي كيلعبوا في مصر اللي مولفين كيلعبوا في ديك الشامبيونز ليغ مع افريقيا مولفين هذوك لي كونديسيون واش فهمتي المغاربه لا المنتخب ديال المغرب راه قليل اللعابه اللي كيلعبوا مع المغرب اكثر اللي كيلعبوا في لوروب كيف قال لك راه ماشي لا زون ديالهم هاديك اكزاكتومون المغاربه قال لك لا ما يقولش هاد الهضره حنا ما بغيناش نعرف واش صوره اللعابه ديالنا حنايا اللي كيلعبوا مع لوروب باقي ياكلوا شي كوبري وي باردون ديزولي ام سوري الاخر ما كاينش لا والو هما التاكيله مع التاكيله مع الكاكز لا لا بقى تدخل فيك شي لعاب لا صافي الله يرحمك بحال تدخل فيك تران صافي كارير ديالك صافي فان تورناج كيديروا لك اون بلوس هما كيقدروا يجريو حتى 4 سوايع في الصهد راه المشكل المناخ راه كبري فيه نورمال بيئتهم كيدربوا فيه كيلعبوا فيه البيئه ديالهم والماتشات الحبيه داروا على قبل هاد الشيء باش تعرف راسك مع من اللاعب وشافوا المغاربه بلا القضيه صعيبه بحال داروا ان تيست ايوا سكيفي بون هو قال لنا هذا الشيء عارف علاش حتى باش يحيد الضغط على اللعابه ديالو حيت راه ما عرفتش شحال تكون دومي فيناليست في لاكوب دو موند وغتلعب ورا لاكوب دافريك وكلشي داير لك ها بحال العيني تشوف راه الضغط اللي عندك واخا تكون غتدخل تربح ما تربحش سي فري لانك ستريس حتى حنا خاصنا نحيدوا الضغط على اللعابه سي با نورمال هادشي اللي كيدير في الكومونتير في مواقع التواصل الاجتماعي حتى هما راه الله يستلعبان راه هما بنادم بحالنا عندهم النفسيه ديالتهم عندهم هادشي ديالهم خليهم يلعبوا ربحنا مرحبا ما
كاينش مرحبا راه حنا فرحنا داك العام فرحه ديال 20 عام حنا نصرفوا فيها ما تقاداش سي فري ولا حنا غنشجعوا المنتخب اكيد غنثقوا فيه اكيد ان شاء الله يكون خير وكاين اللي غادي يمشي بيسخن المغاربه راه غيشدوا الطيارات وغيمشيو يشجعوا بيان سور فين هذا الشيء كاس افريقيا انت ما انت ما ساكنش هنا انت جلست تفرج في قهوه في مراكش كاع ما تصدع راسك انت لا هنا بلاد في افريقيا ضيعتك لا لا يسرا يمكن ونكذب هنا بلاد كوت ديفوار فن الكوت ديفوار تخي بو بي وحق الله كيف تخاف دابا يوسف لا والله الا كادو الا كادو كدير بصح وحق الله الافريك كلها زوينه والكوت ديفوار زوينه سان تخي بو بي اون توكا دونك تي غاده غاتمشي انا ما مشيتش في الموديل ما مشيتش انا ما كنمشيش كنتفرج في الدار وسبحان الله فيما كنخرج من الدار كنمشي نتفرج في القهوه المغرب كيخسر انا من الاحسن كنتفرج في الدار واش ملي كتفرجي المغرب كيخسر ولا ملي كتفرجي في القهوه حيت كنتفرج في البلاصه من غير الدار يعني ما كتجلس في الدار المغرب كيربح تخرج من الدار صافي توجور اذا خاصنا نربحو شفت المونديال الماتش الوحيد اللي ما تفرجتش فيه في الدار هو ديال فرنسا هو ديال فرنسا هذاك الشيء شنو وقع لان ما كنفضل انا نتفرج في القهوه هذاك ديال فرنسا ما نقولش كمرط ايوا شتي الصراحه انا كنتفرج في الدار ودايوغ كلشي صحابي قالوها لي قال لك ديما قال لك فما كنتفرجوا كنربحوا قال لك منين جيتي انت اليوم خسرنا سبحان الله لكن شي ناس بحالي وبحالك خاصهم ديما يبقاو يتفرجوا في ديورهم وي يطلبوا اللطيف هذاك الشيء اللي كاين في ديورهم على خاطرهم سبحان الله ديما فاش كنتفرج في الدار المغرب كيربح باش انا كنفضل نتفرج في الدار مي كاين بزاف المغاربه غنمشيو لكوت ديفوار باش المهم انا ما عرفتش فين كاين لا كوف دافري ايوا نكذب شي لعب الله المهم المغرب راه لاعب راه دار القرعه لا المغرب لاعب فراسي دار القرعه فراسي دار القرعه فراسك بين راه غادي يلعبوا مع الفرقه طونطالا طونزانيا من فرنسا كاين شي المغرب غيلعبوا لا ما فراسيش لا ما كتبش مراسي هادشي ملي كنكون كندوي مع يوسف في الكرة هادشي كنحس براسي مثقفة كرويا ما نقولش لك قائمة بالعوشي كتبورد عليا انا شحال كنفرح عرفتي كنبغي ديما نبقى نتناقش معاك حيت كنحس براسي هادشي صحفية رياضية الله عليك لا انا والو كمل معكم باش نشوفوا جوسيب الاسبوع ومكملين معكم مشاهدينا وغوسيب الأسبوع غوسيب الأسبوع كلشي سمعنا واحد برنامج الأحلام باقي ما شناهش لا ديال الملكة ديال الملكة نشوف راه والغوت وراه باقي دابا شنا هذا البرنامج نوض في صداع عادي أحلام خاصنا نوض الزازا ضروري كاينة حلقة من الحلقات ديال الأحلام اللي غنستضيف فيها فنانة أسماء المنور أييه أشنو وقع؟ كان مع أسماء المنور غيكون نورمالمون أيمن السرحاني فإذا ما بقاش إيمان سرحاني تبداو التصوير وتحبس مع إيمان سرحاني وترون بلاص إيمان سرحاني بحاتم عمور اللي عيطوا عليه وجمال المغرب باش يصور وناد لي فيرسيون كل واحد ولا فيرسيون جالو كاين لا فيرسيون ديال إدارة الأعمال ديال إيمان سرحاني اللي قال لك لا راه أسماء منورية السبب وما كانش باغا إيمان سرحاني يجي وكانت باغا الفنان حاتم عمور هو اللي يجي وهي تدروينة كاملة وهادشي كان مدبر وكاين لا فيرسيون اخرى اللي عطات الصحافه المهم حتى شي فيرسيون ما سيغ ان ايمن سرحاني ملي دخل البرنامج كان يتكبر ويتعجرف ويتكلم باستعلاء وكان كيستعمل بزاف اللغه الفرنسيه في حضور في حضره الملكه اييه لا ما يمكنش غيتنسف داكشي علاش هما حبسوا معاه التصوير وعيطوا اون اورجونس على حاتم عمور باش يجي يكمل التصوير ديال داك البرنامج كل واحد عطى لا فيرسيون ديالو دوت فاصون ايمن سرحاني تحيد من التصوير ديال البرنامج وترومبلاص بحاتم عمور في البرنامج انا بالنسبه ليا الا كانت لا فيرسيون ديال ليكيب اداره الاعمال تاع ايمن سرحاني صحيحه نورمالمون كانت تبغى تجبد ليه صداع ماشي تنهار التصوير عاد تجبد صداع لا لا ما نظنش نو ما نظنش نو كنت كون كان بصح باغا تبخي ميديتي هادشي كانت تهضر قبل ماشي غادي تصور معاه شو اسماء عندها علاقة شخصية وطيدة مع أحلام دونك ما غتحتاج هادشي كله إلا ما كانتش باغاه كضيف لا ولا غتقول لها ما بغيتش فلان إبي فلان سي تو وفي لو بوا ديال أسماء في ليبيسيون وفي كو هي انفيتي برانسيبال بيان سور إيوا سالينا راه هي اللي غتعزز شكون يكون معاها دونك ما يمكنش تجيبك وتعاود تردك ما أنا جو بونس غيكون إلا كان مشكل غيكون مشكل ديال اللغة لأن جو بونس أيمن ما كيدويش الدارجة المغربية جو بونس سي كيدوي الدارجة لا جو دير زعما يتكلم بالعربيه الفصحى او لا هذا ولا الدارجه باش باللغه العربيه لا مش باللغه العربيه الفصحى ما يقدر يهضر بالدارجه المغربيه او لا يهضر بالدارجه المغربيه بزاف الفنانين ما كيمشيو للبرامج راه كيدوك بالدارجه منهم سعد المجرد انا ما كانش كيسحبني انا كنسحبش ايمن السرحاني الى زعما ولد فرنسا هو نو
ما عرفش ولدش من بلاد مي كيدوب العربية حتى صحيح كيدوب لها كيدوب الدارجة أصلا وكيعني بالدارجة مشكلة اللغة هما من اللي عيطوا عليه البرنامج هادو معاه في التليفون شافوا كيفاش كيدوي بيان سور برنامج رصبتك بيه دافيون باش غادي تمشي و جو بونس كي لي بايي اوسي الى كاش ايوا دونك ميم كاينش شي كولو غادي نديرو في الاخر نخسروا طرف ديال الفلوس باش نقول لك لا حقا سمح لينا غلطنا في العنوان يعني فوالا يعني دونك كاينه شي ان ما دابو جابو ودابا كلش عندك اش واقع دابا انت عارفه الدوسي وعندك المسؤول لا انا ماشي داكشي انا خويا شوف هذيك لا سيزون جيني بزاف المشاكل راك عارف المشاكل اللي فين وصلوا ديك لا سيزون هادي جدا اللي ماشي في الحقيقه حنا اصلا برنامج كنقولوا فيه الحقيقه دونك بغينا نعرفوا مالك ايمن السرحاني علاش طرتي من البرنامج خصنا نعرفوا شوف في الاعلام وفي البرامج كسوا برنامج كبير حاجه الاحلام ولا برنامج صغير كتوقع انك كتجيب ضيف وسط الطوناج ما كتفهمش حتى هي كتوقع اولا كتكون انت ضيف عند شي حد ما كتفهمش معاه وكتنوض وسط الطوناج كتخرج بحالك كتكون ضيف عند شي واحد في دارو اصلا مثلا ما كتهضر معاه كتستعقه وكتضرب تاني كتمشي بحالك سكي في لي طوناج صاغي هادشي كيكونوا دي مالونتوندو كيقعوا في الطوناج يا يسولك شي سؤال ما عجبكش مالونتوندو كيوقع في الطوناج لا انا قطع الشنطه وجاي عندك ساكي تحت طابقي ماشي انا شاد عليك الطياره وتما خسر لي بزنس كلاس بالزباله ديال الفلوس مشيت عندكم قلت لكم حقا ما بقاش عجبني الحال ولا ترجع لدارنا ماشي ما بقاش عجبني الحال كيوقع كيوقع شنائن شنائن يعني اشنو شنائن يعني هذه البرتقيزية البرتقيزية راه فينا المهم قلت لنا راه لغه ياك شتي قلت لك خاصني نعرف البرتقيزية منين جات الشنائن يعني بحال قلتي سخن الجو وقع واحد التشاحن في الجو لا ولكن كون تو بروفيسيونيل ما كيبقاش تشاحن في الجو كون تو بروفيسيونيل مي دونك شنو غتقول ايمن سرحاني ماشي بروفيسيونيل لا ما قلتش هادشي كاع انا ما جبتش ايمن سرحاني ما جبتش ايمن ما كاينش ايمن سرحاني بوحدو في البرنامج تدخل مدير التصوير ما كانش بروفيسيونيل تدخل ريجيسور ما كانش بروفيسيونيل راه ملي كيوقع مشكل في البرنامج با فورسيمون ما بين ليزانفيتي اللي باينين في ليكرون يقدر اي يقدر يكون مع لا تخوت يقدر يكون عبد الحكيم تكنيك دار معاهم شي اوطيل ماشي هو اللي عطاو داروا معاهم الماكياج في اللوج ما عجبوش الموسيقيين ما مدربينش على اغاني ولا اللوج اللي عطاو باش غير ما عجبتوش واش فهمتي انا ما قلتش ايمن السرحاني اخويا يوسف عطيني الثقه انا ما قلت والو قلت شي حد ماشي بروفيسيونيل كيفاش ما تعجبوش اللوج ديال الماكياج واش تعرفتي حنا فين كنا في كيماكي والممثلين في المغرب والمغنيين ما عارفاش فين كيبدلوا حوايج مثلا دوك كتبوا على عباد الله واش غيمشي للام بي سي وما غيعجبوش ما غيعجبوش فين لاج الماكياج انت سيريوز لا انا كنعرف واحد الممثل بدل لك بدل حوايج في الطوموبيل عادي جدا بدل حوايج في الطواليت اوسي كاينه لا برودي كتروح لك ساندويش كاين الممثل اللي كياكلوا في الدص قرعه المطلب على يوبين باش توصلش كاين اللي كتجي الما في الطارو جميله ديال لا فخودي كيصوروا في المناطق الخارجه زعما على المدينه كتمشي جميله فيها البطاطا والزيتون فوق ظهر حمار البطاطا كتصد هوك والزيتون كيصد هوك الممثلين كتحط لهم طبسيل ما تخيلش كاع الناس ما تخيلش كاع الممثلين عايشين الحياه وكاع لي بلاطو دو تورناج واعرين كاينين لي بلاطو دو تورناج واعرين لا فيغيتي وكان عندي الحظ انا خدمت دي بلاطو دو تورناج واعرين افيك تريتور لي كونديسيون خطيرين ومع ناس تري بروفيسيونيل كوم كاينين دي بلاطو دو تورناج اعوذ بالله دونك جيماجين كو في ان بي سي وبرمج فيه الملكه وفيه ملكه الاندلس اسماء منور ما تقوليش غيدخل لوج دو ماكياج ما عجبوش الحال دونك انت عندك الدوسي مادام كتدقي ولا لوج دو ماكياج ما دقيتش اخويا انا ما حلتش لا انا ما دخلتش وانا احساسي ما كيخيبنيش انا اللي غادي نقول لك في هادشي كامل كاين شي حد اللي ماشي بروفيسيونيل وبيان سور ما كنهضرش على احلام على الملكه باسكو هي راه مادام دايره برنامج لا لا ابدا هي ما دايره هي بنادم غير كتعرض عليه في دارها وكدير داكشي اكثر من بروفيسيونيل داكشي ستار وورز عاد في البرنامج لا ما تكونش بروفيسيونيل واسماء المنور بيان سور هذيك يجوا يشهدوا لها بادبها ويشهد لها بالبروفيسيوناليزم ديالها والتواضع ديالها الفني كلشي هادشي كاين سي فري مي كاين شي حد ماشي بروفيسيونيل صافي بقى الدري لا باقي باقي المخرج باقي مساعد المخرج باقي ريجيسور باقي ام بي سي ما يمكنش ما يخدموش انت بحال كتضل تسالى في ام بي سي انت فين شتي الظروف كي دايره كون هو داك النهار طاح فيهم ما عندهمش البيودجي المهم كاين شي حاجه سمعك احلى ما جا فكنا معاها ان توكا الجوسيب الاسبوع ان كاين شي حد اللي ماشي بروفيسيونيل واخا واش كنجرو في لاصتو حاتم عمور راه فراسك حاتم عمور اكزاكتومون وابارامون مع حاتم عمور طوناج مشى غزال ايوا غيمشي مع حاتم عمور باسكو حاتم عمور الي بروفيسيونيل لا هي حاتم عمور بروفيسيونيل انا ما قلت والو عشان غادي ندير اخويا غنزريو حنا الجوسيب كاع هاد الفقره هادي غنسدوها معاك باسكو ما نساليوش ان توكا
تصور البرنامج مع احلام ومع اسماء ومع حاتم مع مور وداز ديز ابارمون حلقه زوينه باقي باش نعيش مي ابارمون حلقه زوينه وبيانتو غادي البرنامج وغنشوفوا هذه الحلقه ان شاء الله اليوم توكا سرحان ما بقاش معهم في التصوير اللي مشكل وقع اثناء التصوير وشكرا اللي هو اشنو نمشيو ونشوفوا فقره شعلتو وفقرة شعل الضوء يوسف بغي يدوي على واحد السبيكتاكل اللي كان فيه داير غلط من على المسرح انت مشيتي للسبيكتاكل ديال ايموراج مشي السبيكتاكل ديال ايموراج نهار السبت كل صراحه ما ديتينيش معاك ما داكش ما بغيتيش شربات انت علاش ما جيتيش شربات مال الرباط انت جاتي ما كنت اب انت ام وانا ام ما نمشيش نشوف سبيكتاكل ونجي جيت الرباط زعما هاي ها دابا انت ما عرفتيش ديك الساعه عرض عليا وقول لك لا الناس انا غنعاود نعرض عليها شوف انا غادا لينا دار قريب حدا المسرح انا نديرها نقول لك انا بغيت ندخل ديك الساعه عرض عليا ونقول لك ما نقدرش نجي ماشي ما تعرضش عليا كاع نعرض عليها وتقول لي ما نقدرش تجي ويبقى عندي انا تيكي اللي 60000 واحد بغى يدخل يتفرج فيه وتخلي لي هي 8 وتولوت والعرض مع 8 ونص تقول لي اسمح لي ام سو سوري ما بقيتش جايه لا 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 علمك قبل اها ما عرض دابا انت اصلا ما قلتيهاش وما قلتيش كاع راك غادي انا شفت ستوري بحال الناس انا غنعاود لك الخرافه بحال ديك المكانه اللي شرينا في ستوري بحال الناس ناري 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 انا غوسيب وفي الاخر كنجيب الاخبار انا الاخره دابا لا 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 كيفاش غنمشي نشوف ايموراجي انا دايز شفت ايموراجي دونك ما رديتش البال لاطات امتى كاينه اتصلت بصديقي طاليس كنوجه له تحيه كبيره من هاد المنبر قلت ليه اش من بدات عندكم قال لي احنا في رباط 24 قلت له اه سي تري بيان 24 قلت له صافي انا 24 نو زعما هاد السبت اللي داز قلت له سي تري بيان انا غنجي قال لي صافي اجي مرحبا بك صيفط لي دو تيكي في اي بي لو 14 غادي تقول اها لو 14 فوالا دونك مشيت تفرج في السبيكتاكل شكون السكت الثاني في اي بي؟ والو انا ميمشي معايا كنت كوني اكسلانس فوالا تحية اكسلانس ما يمكن يكون الا في اي بي فوالا دونك مشينا شفنا العرض ديما انت فاش كنت في ديك التيكي في اي بي ولا شي حاجة ما كتفكرش فيا كنمشي نشدو شي ترامواي انا وياك نمشيو نقلبوا على شي ساندويتش ب 20 درهم انا وياك شي شوبينغ تتبرع به فابور ولا نخلص انا وياك ما يعيش ديال فيك انا اللي عارفني الناس كانوا كل غير لي سوشي كنفطر وكنتغدى بلي سوشي اون توكا ما عليناش الله يسامح كمل مشيتي في اي بي لو سبيكتاكل مانيفيك جمهور زوين غادي في اي بي جمهور زوين بزاف جمهور زوين بزاف جمهور ديال الرباط كان جمهور زوين بزاف ايموراج عندهم جمهور زوين بزاف الديكور الافكار الكوستيم كان طاليس واحد الكوستيم طاليس اخويا بس انا عرفني خديتك لافيس باسكو سطاتني فيست توب ديالها تفصيل الطاوس تفصيل توصل ويا فيست لا الاحمر ويا فيست تفصيل توصل كيف الاحمر وبيض ويا فيست مي شكون هذا طاح عليه الفكره انه سو فيست بالتوب ديال تفصيل توصل مكتوبش فيه السميه لا بسبغد فار زوبيده مكتوبه فيه زوبيده باتي حاله باش يقلوا على مولاتهم في العرس اي وقت كي هذيك داروا انو فو سبيكتاكل كي مانيفيك نتمنى من المغاربه كامل يمشيو يشوفوه باقي عندهم دو دات في كازا جو بونس لو موا دو نوفمبر عندهم دو دات في كازا لو 29 و 30 نوفمبر جو بونس ياك لو 29 و 30 نوفمبر عندهم في كازا خاصنا نحطوا لي زافيش للناس وغادي نشوفوا لي زافيش باش نحطهم للناس لانه باقي رشيد رفيق في كاين رشيد كاين الدراري سعيد وادي كاين فدوى الطالب كاين ايوب ادري واش انا نتفرج ولا انت انا كنقول انا كنفكرك من الصباح فهمتي وكاينين دراري جداد كيصاوبوا مانيفيك لو سبيكتاكل خطير جدا الديكور زوين بزاف كيدوا على المواضيع اكطوال فريمون ما كتقنطش فيه ما فيهش الملل لو شو زوين لا لوميير زوينه فريمون زوين 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 ديال بصح عرفتي باش تضحك يوسف اوزيلال انا صحيح برافو صراحه برافو طاليس الدراري باسكو انا كنعرفو زعما هو راه زعما بغيتي تنتحر بغيتي تحماق سير مع يوسف في السينما الناس كلها كتموت بالضحك وديرها بوندون دو زور تيكي تيلي فيلم حيت كاينين الناس كيمشيو كاينين الناس سعداتهم دايا كاينين الناس كيحطوا في راسهم انا غادي نمشي نضحك مي باغ كونت واحد الحاجه كجو ريبروش الناس اللي كيمشيو كيتفرجوا في لي سبيكتاكل اولا كيمشيو كيتفرجوا في السينما الله يخليكم لي تضحكوا حاولوا تضحكوا بلا باقه انا كانت وحده ورايا شغنقول لك انا بيبت ودني طاحت ما كتسمعش كاع علاش بضحك وكتجاوب هي مع لي كوميديان سور سين حيت كان زعما شويه قريبه ليهم فكتجاوب معاهم كتقول
كتلاجي مع السيد سيد عنده التاكس ملي كتلاجي معاه كتخرج على لو تاكس بلا دراري سون بروفيسيونيل دونك يعرفوا انهم كيفاش امبروفيزيو كيفاش انهم يسقوا لا سيتوياسيون تليفونات ناس كيبقاو يعيطوا ولا كتبقاو صور سبيكتاكل سان سو في با سبيكتاكل غنمشيو ليه باش نتفرجوا فيه نضحكوا نضحكوا بادب نضحكوا نكركروا ولكن ماشي ها 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 ها, ها. لا بزاف يقهقي يقهقي عرفتي اش دارت ليا وتسيت قلت يا سي او سيك ما ديرونج قلت لها نو با دي تو ورات في حالي اش غنقول لها انا بالون طون كنت في السينما كنت نتفرج فيلم واحد السيد حدايا دابا هو فيلم امريكاني كيما توقع شي حاجه الله يحني انت اللهم كل هذه الحاله فودني نيري شنو وقع عليها نيري قفراتها في داك الفيلم ما بقاش كيبان لك امريكاني هو هذا الناس كيسحب لهم راسهم دغول فهمتي زعما كيفاش راه هذيك ماشي اداب تفرجي في السينما السينما عند الاداب ديالها كنمشي نتفرجوا طريقه الفراجه أو تخ سينما تفرجش في سينما تفرجش في دارك وتليفونك يكون سيلونسيو شنو تفرجش من دارك ماشي فينا لا أنا في سينما شوفي أنا في سينما لا إيموغاج أنا كنتفرج فيهم دابا ها وما ها وطلعوا ها دارت ليا شنقول لك زعما مي بون كان سبيكتاكل زوين وكان عاجبني الحال وجافي تو الموند أنا مشيت نتفرجوا في إيموغاجي ونحيوا المسرح ونتمنوا يكونوا مسرحيات ودوينا على ونحيوا السينما حتى هي نحيوا السينما حتى هي ودوينا على دوينا بركه الانترنت التليفون دونك خصنا نحيوا هادشي بركه من التليفونات التليفونات نمشيو نشجعوا الفنانين نمشيو نتفرجوا في لي سبيكتاكل ديال العيطه نمشيو نتفرجوا في الناس اللي كيديروا لا دونس نمشيو نتفرجوا بزاف الحوايج نمشيو نشجعوا وليداتنا انهم يديروا الموسيقى انهم يديروا المسرح انهم يديروا بزاف الحوايج اللي زوينين يديروا الرياضه وسي نخرجوا نخرجوا خمي يكون عندنا ما يدار ماشي بشرط نخرجوا ملي يكون عندنا الفلوس خرجوا نتمشاو نخرجوا نضرب فينا البرد خرجوا بلا ما ناكلوا نخرجوا مثلا بلا ما ناكلوا خرجوا باش ناكلوا نخرجوا باش نخرجوا جاتنا كاع الجوع ندير ساندويتش في ساعتين لا حنا فاش كنخرجوا كتلقى الزحام عند مول الساندويتش الزحام عند مول الشوايه والزحام عند مول الماكله كنخرجوا باش ناكلوا نخرجوا باش نخرجوا هادي لا غيزون برينسيبال نخرجوا نتغداو ولا نخرجوا نفطروا لدرجه ان بلايص الماكله ما بقاتش كتلقى الصف حيت حنا خاصنا علاش نخرجوا دابا ما كنخرجوش باش نخرجوا لا ولا كنخرج انا صباحي كنخرج عا كنتمشى كنبقى نتمشى 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 حتى كنعيا نخرج باش كنتمشى كنشم البرد كيتحرك كيجي ربي مكانه كيجي ربي مكانه اكزاكت تختار لي الكوليه ديال الجوهر اقعد داك اللي كان زوين قلتها وكان كاظم فرحانه سبحان الله كتفرح ما عرفتش عرفت كان يوسف هذا الصيف غادي يمشي لمصر باش نختموا البرنامج كان غادي يمشي لمصر وقال لي راه نقدر نمشي لمصر زغبني الله راه يسب نمشي لمصر غير يسب لا نقدر نمشي لمصر افيك واحد داك الكدامي ديالي غادي ودير واحد السيركوي زوين فيه القاهره وفيه شرم الشيخ وفيه هاجي فيه هاجي كي واش نقول لك اخويا بصحتك اخويا الناس كلها سافرات الا انا لا وديتك عند السيده اللي غنسافر عند لا وديتك عند السيده اللي غنسافر عرفني على قال لي السيده هاجي هي اللي مورغانيزي هاد الفواياج وغنكون طون دامي وها فين غننزلوا فين هاد قلت لي خويا كاع الناس سافرت الا انا بقيت غير انا اللي ما سافرتش في الصيف سافر قالت لي وانت اللي جمعك السفر هالبحورات هالغيبه هالفيربات هذه زايده تاب مصر ضربي تاوي باسكو كون سافرت كان وقع لو ترومبلمون دو تير من بعد دونك ما كنتش غندير لا ستوري لا حتى شي حاجه هنا سافر دونك تو لي كازا ما فهمتي سيرك باتي سافرت باش نقول لكم الحصيله ان هذاك التصفير ما سهلش فيها الله فرحانه شوف الصداقة كيفاش دايرة زعما واحد اللي يقوس في العلن في الخفاء اكيد انتو كيوسف سما في بليزير ما سخيتش بيك حتى انا والله ولا حلقات الموسم الثاني ان شاء الله غادي يكون ان شاء الله كله غير اخبار زوينه يا ربي تكون هذه اخر حلقه نديرو فيها اخبار خايبه ولا نقولوا فيها حوايج اللي ما زوينينش وان شاء الله حنا نديرو سويفي معكم في كل شيء في المدونه في كل شيء كل شيء في ايمن السرحاني في كل شيء ان شاء الله كل شيء في الكره في المونديال معكم حتى 2030 كل شيء حتى 2030 ان شاء الله حبايبي ما سخيتش بكم كنتمنى منكم عاود الدعوه ديال الرحمه للفنانه ايمن تسونامي والله يحفظكم ومرحبا بنا عاود معاكم قبلوا علينا ان شاء الله نتلاقاو معكم الاسبوع القادم ودائما برنامج جوسيب على شذا